ابني ساندر فان روكل. الحكم الرابع هو حكمنا الدولي الكابتن ماجد الشمراني. حكام الفار السيد بيورن كيبرز، وحكم فار تاني هو الكابتن رائد الزهراني. تحياتي بلال احمد علام واصفا ومعلقا على مباراه اليوم. على يسار الشاشه بالزي التقليدي النمور العميد المونديالي الاتي، وعلى اليمين بالزي الابيض الكامل فريق نادي الفيصلي. نتحدث عن المواجهه رقم 19 في تاريخ دور المحترفين ما بين الاتحاد والفيصلي. نتحدث عن اخر 5 مواجهات في الدوري لم ينجح الاتحاد في تحقيق الفوز فيها على الفيصلي، اللهم الا نهائي كاس الملك 3-1 قبل 2 من الان. عبد الاله الملكي مع الكره، افتكاك سريع بتمريره اماميه، ولكن ويليام الفيش طلعها اماميه. المحاوله من جديد عن طريق رومارينيو، يرجع من الشمال الى منصور الحربي. هندريك تين كات او هنك تين كات، المدرب اللي تعود على طريقة 4-2-3-1، المدرب اللي اعتمد على طريقة 4-3-3، المدرب الذي يرى السيد جوز هيدينغ هو احد ملهميه، والمدرب الذي يعشق عمل بيب جوارديولا. كرة مرت الى خارج ارضية الملعب والى رمي التماس. اسم كبير بالتأكيد السيد هنك تين كات، اسم كبير جدا، اسم كبير جدا في عالم التدريب. والمدرسة الهولندية تعود مرة أخرى للظهور في كرة القدم هنا في الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. روسي يحضر من الخلف عند ويليام ألفيش. اللعب النهاردة بالتأكيد هيبقى للمساحات بالنسبة لعيبي نادي الفيصلي، وخاصة الجبهة اليسرى. وهنا الخطأ الأول من نصيب محمد قاسم. صفارة موجودة، خطأ ضربة حرة من نصيب نادي الفيصلي على سعود عبد الحميد. محمد قاسم، عوض خريص، مصطفى ملائكة، حمدان الشمراني في أرضية الملعب. الأربعة دول لعبوا بقميص الفريقين. وعد عندك كتير، سلطان مندش مع محمد أبو سبعان مع عوض خريص اللي موجود على دكة البدلاء في مباراة النهاردة، والعديد من الأسماء اللي مثلت الفريقين. الترينيدادي خالم هايلاند إلى حسين القحطاني في وسط الملعب، مهاجم لكن بيوظفه في مركز وسط الملعب. هدف شهير في تعادل الفيصلي مع الهلال العام الماضي في مباراة 1-1. سلمان الفرج كان تقدم بركلة جزاء، وفي الدقيقة 89 حسين المنصر أو حسين القحطاني هو اللي كان سجل التعادل. خطأ من نصيب الإتي عند كريم الأحمدي وعند الرسام عزيز البيشي، واحد من الأسماء اللي حضرت دايركت من الفيصلي إلى الاتحاد. لكن تنكت اللي كان لعب في سبارتا أو درب في سبارتا، في تشيلسي أيضا عمل كمساعد، ونفس الكلام أيضا في برشلونة من فترة 2003 ل 2006. مدرب قدير بتاريخ كبير يبحث عن عودة مع الاتحاد. العمار إلى عبد الإله الملكي، تغييرة اللعب لكنها أقرب إلى محمد قاسم. في قلب دائرة السنتر إلى هايلاند، يرجع يحضر من منطقته الدفاعية عند محمد قاسم من جديد. باص في منطقة وسط الملعب إلى خليم هايلاند من جديد. لم يستقر السيد هنك تين كات على تشكيلة معينة منذ حضوره إلى نادي الاتحاد، لكنها بداية من الشمال مرة ثانية. قاسم يدخل وسط ملعب الإتي، تمريرة أمامية، لمسة سريعة المرة دي ومحاولة، وآدي هنا المرة دي قرار من حكم المباراة، هو خطأ من نصيب المغربي اللي بيحمل أيضا الجنسية الهولندية، لاعب الوسط والقائد كريم الأحمدي. إعادة للقطة اللي فاتت. الجبلي هو اللي كان ضغط عليه، يوسف الجبل اللاعب الهولندي اللي هو ايضا من اصول عربية. مروان داكوستا مع الكرة، لمسة في اليمين الى سعود عبد الحميد، عايز يمرر في وسط ملعب الفيصلي، لكن من قدامه البرازيلي اللي قدامنا لويس جوستافو يطلعها الى خارج الملعب والى تماس. خاسر 5 موسم له على التوالي قادما من صفوف نادي اي بي سي في البرازيل، لويس جوستافو. بداية من الخلف وتحضير عند عبد الله العمار، تعودنا عليه في مركز الظهير، ولكن النهارده في توظيف في مركز قلب الدفاع في ظل غياب للمدافع المميز ما شاء الله عليه زياد الصحفي، وايضا على دكه البدلاء محسن فلاته وعمار الدحيم. مروان داكوستا، واحده طويله، محاوله الوصول الى منصور، اتقطعت اماميا محاوله، هنا الانطلاقه ومحاوله عن طريق رولي مع الكره، رولي يحضن على الكره رولي، ولكن هو خطا على حمدان الشمراني، ضربه حره من نصيب نادي الفيصلي. قبل المباراه حمدان الشمراني
هزار مع الجهاز الفني والإداري لنادي الفيصلي. يعني يمكن في أرضية الملعب كان متواجد الأستاذ وائل المدلج مدير الكرة في النادي الفيصلي، وكان كلام كتير جدا ما بينه وما بين حمدان الشمراني، لكن هو خطأ دلوقتي من نصيب يوسف الجبلي. عالية حلوة جوه المنطقة، وادي محاولة عند ويليام لكنها بتتقطع. جوستافو لمسة سريعة حلوة إلى رولي، إلى جوستافو من جديد، إلى رولي جوه ال 18 خطيرة، محاولة من جديد، أرضية مرة تانية جوه منطقة الجزاء، ويجول روسي، ولكن مروان دا كوستا هو اللي يحط رجله ويطلع الكرة. أمامية المحاولة إلى هارون خالد الغامدي، برافو يا ولد، تدخل قبل هارون كمارا وطلعها، اتباصت بالخطأ إلى هارون في المساحة، انطلاق قرب، انفراد هارون يلعب الكرة، يتأخر ولكن يرجع خليم هايلاند، هي بتأمين المرة دي من جانب حسين القحطاني. حلوة حلوة حلوة، ولكن هارون كمارا استعجل في اللقطة اللي فاتت بعد ما كان مقرب من انفراد من حارس الاتحاد السابق، حارس الفيصلي الحالي مصطفى ملائكة. 5 مباريات كلين شيت لمصطفى ملائكة. مروان دا كوستا مع الكرة في وسط ملعب الاتحاد، ينقلها أمامية في وسط ملعب الفيصلي في أقصى الناحية اليسرى، لكنها بعيدة عن الظهير الأيسر حمدان الشمراني، هي إلى رمي التماس. جناح أيسر في مباراة النهاردة حمدان الشمراني، توظيف جديد لو في أكتر في آخر 9 مباريات كده في مركز الجناح الأيسر. خليم هايلاند يلعب الكرة للاعب في بورتس موث، ولعب أيضا في الدوري الأمريكي MLS، وأيضا لعب في الدوري الأسكتلندي، ولكن هو في إنجلترا له صولات وجولات بقميص بورتس موث. رجعت الكرة للخلف، تحضير عن طريق المدافع اللي أمامنا رافائيل سيلفا، أمامية الباصة إلى رولي، البحث عن خالد الغامدي، لكن رولي مع الكرة يلعب واحدة وتسديدة بعيدة، مرت بعيدة عن مرمى فواز القرني إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. أول مواجهة ما بين الفريقين كانت في أغسطس 2010 يوم 20 تحديدا، وقتها فاز الاتحاد على الفيصلي 2-0، سعود كريري كان سجل الهدف الأول، وعمر الخضري كان هو اللي سجل الهدف الثاني، وإعادة لعرضية يوسف الجبلي والرأسية، ولكن هنا المرة دي كان حاضرا مروان دا كوستا هو اللي كان طلعها. دا كوستا قلب وسط الملعب إلى عبد الإله المالكي، ما شاء الله عليه، من 4 سنوات مع الوحدة يبلي بلاء حسنا. الضغط على منصور الحربي اتقطعت، وسريع المرة دي، أمامية المحاولة يوسف الجبلي، ممكن يشوط عايز يشوط، ولكن مرر في اليمين، انطلاقة محاولة من رولي، يرجع إلى خليم هايلاند، محاولات من الفيصلي اللي بيبحث عن المساحة، ولكن هو أكثر تنظيم من الاتحاد حتى اللحظة بعد 7 دقائق. قاسم مع الكرة، محمد قاسم من الشمال يلف عرضية، ولكن من أمامه عبد العزيز البيشي هو اللي بيطلعها. كرة طويلة أمامية، البحث عن هارون كمارا، ولكنها إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. 30 متر بتاعت نادي الفيصلي مضيقين المساحة بشكل كويس. تعليمات صريحة لحسين القحطاني والخليم هايلاند وللاثنين قلبين الدفاع السنترين اللي واقفين، إذا كان ويليام أو رافائيل عفوا وبجواره إيجور روسي، لا تتقدم إلا في الشديد القوي. لمسة سريعة إلى رومارينيو، دي المساحة ببينية يقدر يروح، لكن رومارينيو راوغ مع الكرة، رومارينيو حطها إلى حمدان، عرضية ممكن تخلص كل حاجة، حلوة لهارون، لمسة حلوة لرومارينيو، رومارينيو ولكن بلوك دفاعي، المرة دي رافائيل سيلفا يحط جسمه أقرب إلى حارس المرمى مصطفى ملائكة. شوف المساحة اللي موجودة، وشوف اللعب من لمسة واحدة، وشوف الفرصة اللي كانت حاضرة في اللقطة الماضية، ولكن في النهاية التوقيت كان متأخر أقل من ثانية على رومارينيو ضيعها، واللي كان حظا عليه كويس فيها رافائيل سيلفا. في قلب وسط الملعب خليم هايلاند، شوف لعبة الفيصلي بينزلوا يستلموا لكتير لتحت. 8 دقائق نحن على موعد مع مباراة قوية، وأدي محاولة من جديد، ولكن هنا العمار يأمنها إلى سعود عبد الحميد. يلعب سعود ولكنها إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. يحتاج الاتحاد إلى الكثير من سعود عبد الحميد، اللي خارجين من أكاديمية الاتحاد ومن ناشئين الاتحاد ومن أشبال الاتحاد، اللي تربى على حب الاتحاد وعلى عشق الاتحاد. يختلف إلى حمدان الشمراني في وسط ملعب الفيصلي مع الكرة، تغييرة لعب حلوة ذكية، ولكن برافو محمد قاسم قبل ما توصل عند هارون كمارا يطلعها إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية. شوف التحولات الهجومية السريعة، الاتحاد يحتاج هنا إلى لعب من لمسة واحدة، لكن شوف هارون، برافو يا ولد، حطها حلوة إلى رومارينيو، ولكن رافائيل سيلفا هو اللي كان قفل على رومارينيو، وصلت سهلة إلى حارس المرمى مصطفى ملائكة. ضربة ركنية، مروان دا كوستا بيتقدم دلوقتي، وهو من يجيد التعامل مع ضربات الرأس هو وهارون كمارا،
ولكن مروان دا كوستا دائما وابدا هو الاقرب والاميز. خلينا نشوف الضربة الركنية دلوقتي، وادي الركنية بتتلعب. عبد الاله الملكي عالية، محاولة عدت من قدام دا كوستا، هي على القائم الثاني اقرب الى يوسف الجبلي. مع الكرة الجبلي لمسة سريعة الى حسين القحطاني. محمد قاسم يلعب واحدة طويلة أمامية، محاولة المرة دي في المنطقة الهجومية عند ويليام ألفيش. بينية حلوة، ولكن برافو مروان دا كوستا هو اللي أمن عليها بشكل كويس وأنقذها من أمام لويزينيو لويس جوستافو. الملكي يلعب واحدة حلوة لكن تتقطع من قدام هارون، ترجع إلى قاسم أمامية. المحاولة استغلال الجبهة دي تحديدا من عبد العزيز البيشي قد تكون هي جبهة الخير على الاتحاد في مباراة النهاردة، لكن هو الملكي بتغيير ملعب ممتازة. الله الله حلوة، ولكنها طولت من أمامه، هي صفارة من الحكم بيقول هي إلى رمي التماس. حلوة الفكرة من عبد الإله الملكي، لكن كان تعرض لإعاقة وهو بيعمل الباص الأخير، ولكن قرار من الحكم بإيه؟ أنا شايف إن هو بيقول رمي التماس من نصيب نادي الفيصلي. الحكم اللي حضر لأول مرة حكم مباراة الأهلي والفيصلي وفوز الأهلي 2-0، حكم الشباب والفيصلي 2-1، كده يعني هو لا يفوز مع الفيصلي، صح ولا غلط؟ دي ثالث مباراة بيحكمها للفيصلي، 2 اتغلب فيهم، والاتحاد حكم له مباراة واحدة هذا الموسم ولا يفوز معه الاتحاد، لأنه هو اللي كان حكم مباراة الوحدة والاتحاد وانتصار الوحدة بهدف وحيد مقابل لا شيء. هي كرة في أقصى الناحية اليمنى إلى خالد الغامدي، ولكن من قدامه منصور، يأمن كويس منصور يخبطها في خالد الغامدي وإلى رمي التماس. كان تحدث السيد بيرت فان مارفايك على منصور الحربي، وكان مقتنع بمنصور الحربي، وكان منصور الحربي بيشارك معاه في تصفيات كأس العالم مع السيد بيرت فان مارفايك اللي أقيل قبل أيام من تدريب الأبيض الإماراتي نتائجا لم تكن متوقعة له في كأس الخليج مع الإمارات. لكن محاولة من سعود عبد الحميد، باص أمامي حلوة المرة دي إلى هارون، يوسع اللعبة إلى عزيز البيشي، ولكن هنا بقى إيجور، هي صفارة وخطأ على عزيز، ضربة حرة من نصيب المدافع إيجور روسي. خطأ ضربة حرة من نصيب إيجور روسي دلوقتي، هو اللي بياخد الخطأ إيجور روسي صاحب القميص رقم 3، المدافع البرازيلي اللي مولود في مدينة كامبيناس في البرازيل، ولكن هو يحمل الجنسية الإيطالية، أصوله إيطالية أصلا يعني. وشقيقه رافائيل، على فكره رافائيل يوسي بيلعب في نادي سيون السويسري، واللي كان قادم من صفوف نادي هارت اوف ميدلوتيان في اسكتلندا. هنا الكره العاليه مره ثانيه، وهنا الضغط اللي موجود، وايجور روسي يطلعها لكنها اقرب الى حمدان، بيحاول حمدان ولكن يضغط عليه خالد الغامدي، ترجع الى حمدان الشمراني من جديد، البحث عن زميل جاله منصور الحربي، لكن يحطها الى عبد الاله الملكي، بيدي حل بشكل كويس ما شاء الله عبد الاله الملكي في منطقه وسط الملعب. ترجع إلى مروان دا كوستا، مع الكرة مروان، لمسة في أقصى الناحية اليمنى عند عبد العزيز البيشي، واحد لواحد طلع له سعود، لكن هو راوغ، حط واحدة جوه منطقة الجزاء ولكنها أقرب إلى ريجور روسي. انطلاقة أمامية، محاولة من رافائيل، يرجع ويليام ألفيس إلى محمد قاسم اللي بيعلي واحدة طويلة وأمامية عالية، ولكن عبد الله العمار يطلع، توصل مرة ثانية إلى ويليام، مع الكرة ويليام ألفيس، لمسة في اليمين مرة ثانية، انطلاقة رولي مع الكرة في اليمين إلى يوسف الجبلي، مع الكرة يوسف صاحب ال 26 سنة واللي قادم من نادي دي جرافت شاب، يوسف الجبلي اللي مولود في أوترخت في أول مواسمه مع النادي الفيصلي. حكم المباراة بيقول العب هي إلى رومارينيو في وسط ملعب الاتحاد، ينقلها أمامية بينية حلوة لسعود، مع الكرة دي خطيرة للإت، دي خطيرة ولكنها قصيرة، أقرب من المدافع اللي يغطي فيها رافائيل، مع الكرة ولكنها إلى خارج الملعب، سلامات للواء على أرضية الملعب خالد الغامدي. من القادسية كانت بداية خالد الغامدي اللي قدامنا صاحب ال 31 سنة، وانتقل بعد ذلك إلى النصر. العام الماضي كان ذهب إلى الرائد، وهذا العام مع النادي الفيصلي في هذا الموسم. مباراتين دوليتين له مع المنتخب السعودي، ويمتلك هدف، سجل هدف في مباراته مع نادي الفيصلي، ولكن هو مع نادي النصر بالمناسبة في الدوري لم يسجل ولا هدف، ولكن في الكاس كان سجل هدف، في كأس ولي العهد لم يسجل، وفي المباريات الأخرى في التصفيات الأسيوية والمباريات الأسيوية أيضا لم يسجل، ولكن في الوديات كان سجل هدف. مع النصر لاعب 182 مباراة ومسجل هدفين خالد الغامدي، يعني هو في تاريخه حتى الآن خالد الغامدي 5 أهداف، واحد منهم سجله مع النادي الفيصلي. وأمامنا جانب من الجماهير الاتحادية القليلة الحاضرة هنا في أرضية الملعب، واتشاموسكا
اللي عمال بيدي التوجيهات للاعبته وبروح رياضيه وبمبدا اللعب النظيف. لاعبو الاتحادي رجعوا الكره الى حارس مرمى الفيصلي مصطفى ملائك. بدايه من ايجور روسي، مع الكره ايجور روسي. نادي الفيصلي باستقرار اداري على مدار سنوات طويله بقياده ال المدلج، بالتاكيد ارث كبير يتركه حتى الان هذه العائله، الاستاذ فهد المدلج رئيس النادي، والعمل الاداري الكبير والاستقرار الاداري الكبير والاسماء الكبيره اللي بيتعاقد معاها واللاعبين اللي بيقدر يعني يوردها زي ما بنقول ويصدرها للانديه السعوديه. بالتاكيد واحد من الاسماء الكبيره ومن الاسماء البارزه في كره القدم السعوديه في عالم الاداره هي لحسين القحطاني من قلب دائره السنتر، يرجع يحضر من الخلف الى رافائيل سيلفا. ايجور روسي مع الكره ايجور، واحده طويله في اقصى الناحيه اليمنى حلوه بالمقاس الى خالد الغامدي، مع الكره خالد ينزل في قلب وسط الملعب لحسين القحطاني. خليم هايلاند رجع للخلف في وسط ملعب الاتحاد الى ايجور روسي، هارون كمارا بيضغط عليه لكن ايجور يكسب مساحه، يحط واحده الى قاسم بعيده عنه، هي اقرب الى سعود عبد الحميد اللي امن عليها كويس الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. ضربه مرمى الاماكن كلها مشتاجلك يا نور. محمد نور الاوكس مفتاح جدة، الراس اللفافة، واحد من الأسماء اللي صنعت التاريخ في كرة القدم السعودية عبر بوابة الاتحاد. رجعت الكرة مرة ثانية من جديد، هذه الكرة عند الحارس مصطفى ملائكة. إيجور روسي يلعب واحدة طويلة ولكن يقطعها كويس سعود عبد العزيز البيشي، تمريرة أمامية إلى هارون لكنها تخبط فيه وبترجع، فيها محاولة ولكن يعني الاتحاد في الحتة الأمامية دي عايز إبداع أكتر من كده، عايز ابداع اكتر من كده. لكن شوف بقى الخطيره دي، لويزينيو بيحاول ان هو يعدي وقرار من الحكم صاحب ال 44 سنه بيقول الكره بلا رمي التماس، ما بيحسبش فيها اي حاجه. ظهر لنا في اللقطه الماضيه ابن مدينه حرمه الاستاذ فهد المدلج ابو عبد المحسن رئيس مجلس اداره نادي الفيصلي. رجعت الكره من الشمال مره ثانيه عند منصور الحربي في وسط الملعب، عبد الاله المالكي بدور على اي حد يتحرك له، رجع الى حمدان الشمراني في الناحيه اليسرى، حمدان وقف اتاخر في الكره، حمدان ضغط عليه رولي بونافيسيا، تمريره اماميه من يوسف الجبلي الى ويليام الفيش، مع الكره ويليام بيحضر ويرجع لوسط الملعب من جديد. خليم ايلاند يرجع الى رافائيل سيلفا، قلب دائره السنتر الى خليم هايلاند. في ترينيداد وتوباغو هناك اربع اسماء في عالم كره القدم لن تتغير، احد اهم هذه الاسماء هو خليم هايلاند بالمناسبه، يعني بالمناسبه في ترينيداد وتوباغو اللي صعدت لمونديال كاس العالم مرتين بفضل السيد جاك وارنر. وامامنا هنا اللي حاضر برضه في ارضيه الملعب احد محترفي الفيصلي متواجد مع عائلته هنا في ارضيه الملعب. رجعت الكره من اليمين مرة ثانية، محاولة لإرسال الكرة العرضية، ده كان جروهي، ده أعتقد ده كان جروهي اللي كان ظاهر في اللقطة إن لم تخني الذاكرة، ده جروهي اللي كان ظاهر في اللقطة الماضية حارس مرمى نادي الاتحاد. وكرة إلى خارج الملعب وإلى تماس من أقصى الناحية اليمنى لمصلحة نادي الفيصلي، محاولات وأدي المحاولة الجبلي يسدد واحدة ولكن مروان دا كوستا هو اللي يطلعها، نزلت دي خطيرة، دي خطيرة، جوستافو بتمر بمحاذاة القائم الأيمن وإلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. كرة إلى خارج أرضية الملعب وأعتقد هي إلى ضربة ركنية، أعتقد هي إلى ضربة ركنية اللقطة الماضية. وأمامنا هو شاموسكا، شاموسكا هو اللي ظاهر في هذه اللقطة حاليا، هنشوف وهننتظر. وهذه الركنية بتتلعب حلوة جوه المنطقة ولكن المرة دي بقى الدفاع بيطلعها كويس، ترد مرة ثانية العمارة إلى حمدان الشمراني ولكن الفيصلي بيحكم قبضته على مباراة اليوم حتى اللحظة إلا إذا كان إلى السيد هنك تنكات رأي آخر. تماس أمامنا هو اللي ظاهر في هذه اللقطة هو خليم هايلاند، لكن ترجع إلى عبد الله العمار اللي بيحضر من الخلف عند مروان دا كوستا، لمسة في منطقة وسط الملعب إلى كريم الأحمدي، مع الكورة عبد الإله المالكي، بداية من الناحية اليسرى عند عبد الله العمار اللي بيحضر من تاني عند مروان دا كوستا. المساحات كبيرة، المساحات كبيرة ما بين خطين الدفاع أو قلبين الدفاع في نادي الاتحاد، السرعة تفرق مع الفيصلي،
وحتى الآن الملامح بالنسبة لهجوم نادي الاتحاد لم تظهر، اللهم إلا إن بناء الهجمة دائما وأبدا من الناحية اليسرى عن طريق محطة عبد الإله الملكي أو الباصات السريعة من حمدان الشمراني. لكن خلينا نشوف، أدي واحدة حلوة إلى رومانينيو مع الكورة، يسدد من بعيد يا ولد، حلوة ولكن على مرتين. مصطفى ملائكة يتصدى للكورة بامتياز. مصطفى ملائكة حضر أسماء عتاولة في الاتحاد وهو حارس احتياطي. مبروك زايد، الله، حسين الصادق، الله، تيسير آلن تيف، الله، الأسامي الكبيرة. لكن مبروك زايد ده بسم الله ما شاء الله عليه، لو بيلعب لحد دلوقتي بحتة بناء الهجمة من الخلف واللعب بالقدمين، والله والله مبروك زايد من أكثر حراس المرمى في تاريخ السعودية اللي لم يحصل على حقه الإعلامي كاملا. هنا مصطفى ملائكة بيراوغ لكن الضغط عليه، هيغلط هيغلط، وبالفعل غلط، طلع الكرة إلى خارج الملعب وإلى تماس. الاتحاد عايز يلعب بسرعة عشان يقدر يوصل. هنا كريم الأحمدي ولكن من قدامه برافو يا ولد حسين القحطاني مع الكرة، اتقطعت ولكن هي صفارة خطأ، ضربة حرة. 20 دقيقة ولا يزال التعادل السلبي قائم، لكن أقدر أقول لك إن السيد بريكلس تشاموسكا المدير الفني لنادي الفيصلي قادر إن هو يوقف الاتحاد من على الأطراف، لكن في وسط الملعب الزحمة اللي موجودة دي يعني تتضرب ببساطة سريعة بتمريرات بينية زي الهجمة اللي كانت راحت من هارون كامارا في الوقت الأول من المباراة. تحضير من رافائيل سيلفا عند إيجور روسي مع الكرة، إيجور يتقدم ويدخل لوسط الملعب في أقصى الناحية اليسرى عند محمد قاسم، عالية الكرة، محاولة عند جوستافو ولكن المرة دي بقى مروان دا كوستا هو اللي بيطلعها. سعودي هيا حلوة إلى البيشي، انطلاقة سريعة، فين الباص؟ هي الكرة الأمامية ومحاولة ولكنها مش لحد خالص، باستعجال كالعادة أقرب إلى حارس المرمى الحارس مصطفى ملائكة. في مواجهات ديسمبر أربع مواجهات، دي الخمسة، تعادلين وانتصار للفيصلي وانتصار للاتحاد، وآخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين كانت في 29 مارس من عام 2019 في الموسم الماضي، وقتها فاز الفيصلي على الاتحاد هناك في المجمعة بنتيجة 3-2. سلطان مندش، حمدان الشمراني، لويس جوستافو هم اللي كانوا سجلوا لعناب زدير، واللي كان سجل هدفي الاتحاد مروان دا كوستا وجاري رودريغيز. حلوة الكرة إلى رومارينيو مع الكرة، مين فتح له على الشمال؟ ما فيش حد، لعب الكرة حلوة، ظهر له المرة دي منصور الحربي، يلف عرضية حلوة خبطت ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية. ضربة ركنية، جوستافو يمتلك 4 أهداف، فهد المولد الغائب الحاضر في قلوب الاتحاديين يمتلك 5 أهداف، يالمر باس يمتلك 3 أهداف، والغائب واللي نتمنى نعود لأن لازال من وجهة نظري هو من أفضل المهاجمين في الكرة السعودية عبد الرحمن الغامدي. ركنية حلوة المرة دي ومحاولة ولكن الإبعاد من جانب إيجور روسي. هي من ضمن الحاجات اللي يفتقد فيها الاتحاد زيادة الصحة في الكرات دي تحديدا. رجعت من اليمين، كرة موجودة عند رافائيل سيلفا اللي مرر الكرة في وسط الملعب، طبعا ده على مستوى هدافين المواجهات المباشرة. انطلاقة من جديد، موجودة الكرة من محمد قاسم، حلوة المرة دي، لمسة سريعة من يوسف الجبلي إلى لويزينيو بعيدة عنه إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. يقول له يعني حطها لي، مش لازم تلعبها للجبلي قدام، كان ممكن أخترق. هو قدامنا لويس جوستافو وأمامنا هو محمد قاسم اللي سجل في آخر لقاء وانتصار الأهلي على الفيصلي 3-1. سريعة التمريرة إلى البيشي، حلوة المرة دي في الناحية اليمنى، رومانينيو مع الكرة، رومانينيو عايز يعدي وأمامه قاسم، لعب الكرة في اليمين، أدي البيشي مع الكرة بحل فرد، حلوة 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 لهارون لرومانينيو، ممكن يشوط لكن وقف، عدى برافو برافو برافو، حلوة الباص للبيشي، وقف على الكرة دي، خطيرة للاتحاد، ممكن تبقى الضربة الأولى لكن لعب لسعود عبد الحميد، عدى سعود يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن المرة دي بقى دفاع الفيصلي، رجعت للملكي، الله حلوة ولكنها سهلة عند حارس المرمى مصطفى ملائكة. الاتحاد بدأ يوصل، الاتي بدأ يوصل، وشوف الملكي واحدة فيرست تايم ولكنها في منتصف المرمى أقرب عند مصطفى ملائكة. لكن الأوفرلاب والتحولات السريعة من جانب رومارينيو وعبد العزيز البيشي، شوف ازاي بيتوصلهم بشكل سريع. رجعت الكرة من جديد، بداية من المنطقة الدفاعية، إيجور روسي يلعب الكرة، حسين القحطاني، لمسة سريعة حسين القحطاني عند رافائيل سيلفا مع الكرة، رافائيل في قلبه وسط الملعب إلى خليم هايلاند، سريع الكرة حلوة إلى رولي إلى يوسف الجبلي، خطيرة المرة دي للفيصلي في أقصى الناحية اليمنى، هيلحق خالد، لحق خالد، لعب الأرضية خالد على القائم الثاني ولكن فيها راية مرفوعة هي إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. الإتي
10 مباريات 4 انتصارات و6 هزائم لم يتعادل، مسجل 15 هدف وداخل مرمى 16 هدف، يمتلك 12 نقطة في المركز ال13. أما الفيصلي من 10 مباريات ف5 انتصارات و3 هزائم وتعادلين، مسجل 12 هدف وداخل مرمى 10، يمتلك 17 نقطة في المركز السادس. أمامنا هو هارون موسى كامارا، واكتشافه في حواري الرياض في فريق محمد با مسعود في الحواري هناك في الرياض تم اكتشاف هارون كامارا. وهنا محاولة مرة ثانية عند ويليام ألفيش، لكن ضغط فيها كويس مروان دا كوستا منصور الحربي على الأرض، لكن الانطلاقة المرة دي من خليم هايلاند وصلت إلى رولي بونيفاسيا. رولي يرجع رولي في قلب وسط الملعب عند إيجار روسي إلى حسين القحطاني من الشمال مع الكرة قاسم، حلوة 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 لجوستافو، هرب المرة دي من سعود ولكن سعود رجع له عايز يعدي، ولكن كريم الأحمدي بيقول له على مين، بيقول له على مين، انسى، كان عايز يديه كوبري كده، ولكن كريم الأحمدي بخبرة قفل على الويزيني ومرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. المواجهة رقم 19 ما بين الفريقين في دوري المحترفين، 8 انتصارات مسجلة للاتحاد مقابل 6 للفيصلي و4 تعادلات. قاسم تنزل عزيز البيشي، تغيير اللعبة من الناحية اليسرى إلى منصور الحربي اللي مع الكورة، منصور يسبق يدخل يكسب في مساحة، يحط الكرة إلى حمدان يلعبها أرضية من لمسة واحدة، ولكن برافو بقى رافائيل سيلفا هو اللي بيطلعها، نزلت الكرة ليوسف الجبلي ولكن هي صفارة وخطأ على عبد الإله الملكي. حاجة من الحاجات اللي أصبح يفتقدها كشافه نادي الاتحاد وإدارة الاتحاد تحديدا، يا جماعة مكة وجدة كنز في لعيبة الحواري، والله كنز 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 في لعيبة الحواري، انزلوا دوروا عليهم سن ال14 وال15 وال16، ايه المشكلة؟ ابدأوا قوموهم وعلموهم ازاي يتحركوا في الملعب ال11، والله كنز مفقود هناك في مكة وفي جدة، لعب الحواري الدورات الرمضانية وبطولات الحواري، كذا لاعب انضم إلى صفوف الاتحاد من الحواري. ولنا في قصة حمد المنتشري مع طيب الذكر منصور البلوي خير دليل، في إحدى الدورات الشهيرة علي زبيدي كان آخر الأسامي دي بالمناسبة، يعني في موسم 2009 مع جابرييل هامبرتو كالديرون، لكن لمسة من الشمال مرة تانية ومحاولة عرضية حلوة، ولكن المرة دي الدفاع بيطلعها، تنزل إلى كريم الأحمدي يرجع لعبد الإله المالكي قلب دائرة السنتر، يلعب الكرة إلى مروان دا كوستا، لمسة إلى عبد الله العمار اللي بيلعب واحدة أمامية من غير أي ملامح، هي أقرب إلى حسين القحطاني اللي برضه بيطلعها من غير أي ملامح، رجعت من جديد. أدي البداية من المنطقة الخلفية، وأدي الكورة عند مروان دا كوستا، لمسة إلى كريم الأحمدي من اليمين، سعود عبد الحميد مع الكورة. شوف الحلول والبساطة الكتيرة دي، يعني إن أنت تطلع منها ناتج، إن أنت توصل للمرمى أقدر أقول لك 20%، لكن نقلات اللعب والتحرك، شوف رومارينيو مش ده دوره على فكره، يعني رومارينيو مش ده دوره ان هو ينزل هنا في وسط الملعب، المفروض رومارينيو لقدام، يعني لان هو لو بيلعب بمهاجم محتاج اثنين يشتغلوا من تحته ويحركوه، وبص الكره في الاخير هنا تمريره وطلعت من محمد قاسم الى خارج الملعب والى رمي التماس. باين هون على وجه تنكات حاله عدم الرضا، ولكن تشاموسكا بالتاكيد اللي بيقدم موسم ممتاز مع الفيصلي من العام الماضي وفي هذا العام ايضا، كره موجوده ولمسه في قلب دائره السنتر، مرور ناجح من عبد الاله المالكي، برافو يا ولد، حلوه حلوه للبيشي مع الكره، عبد العزيز يسدد لكنها بعيده والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. ضربه مرمى في 6 ديسمبر من عام 2018 فاز الفيصلي على الاتحاد 2-1، دييجو كالديرون الكولومبي كان سجل هدف، وايجور روس المدافع كان سجل هدف، ومن سجل هدف الاتحاد الوحيد في تلك المباراه كان هو فهد المولد. لكن في 10 ديسمبر من عام 2016 هناك في المجمعة فاز الاتحاد على الفيصلي 4-2، فهد المولد كهربا العكايشي فهد الأنصاري اللي كانوا سجلوا واللي كان سجل هدفي نادي الفيصلي لويس جوستافو ودييجو كابريرا. نزلت من هايلاند خبطت في زميله، محاولة عند رولي ولكن لحد دلوقتي عبد الله العمار ناجح في التغطية إلى رومارينيو، ولكن من قدامه ويليام ألفيس أو دون رافائيل سيلفا هو اللي يحط قدمه إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. لمسة سريعة المرة دي، محاولة عند رومارينيو، الريتم كده سنة بطيء، الاستحواذ أكتر بالنسبة لنادي الفيصلي ب 62% مقابل 38% لنادي الاتحاد،
لكن خلينا نشوف محاولة هي موجودة من ناحية اليمنى. هذه الكرة وانطلاقها من سعود عبد الحميد، بيعدي بيتوغل في العمق، الوقوف على الكرة والعودة من جديد مرة تانية. هذه الكرة إلى البيشي، يمر عبد العزيز كويس، عايز يلعب عرضية، لف العرضية حلوة، هنا الاستلامة جميلة من هارون، رجع إلى عبد الإله المالكي مع الكرة المالكي على الأرض إلى حمدان، إلى منصور الحربي، إلى حمدان من جديد، عايز يلعب العرضية وعايز يعدي، لكن من قدامه رولي هو اللي بيأمن على الكرة كويس وبيطلع. ترد من جديد، وحاول مرة تانية من الناحية اليسرى عند منصور الحربي، مع الكرة منصور الحربي أمامية عند هارون كمارا، ولكن قدامنا صاحب 27 سنة والقادم من بوافيشتا البرتغالي رافائيل سيلفا يطلعها إلى رمي التمس. سريع الكرة من جديد، محاولة مرة تانية، ولكن منصور الحربي والضغط علي من رولي والكرة إلى رمي التمس من تاني. رمي التمس هتتلعب، منصور الحربي، رومارينيو استلم الكرة ولكنها رجعت، تمريرة أمامية إلى مروان دا كوستا عدت من أمامه، هي أقرب للمراد وهيرجع إلى حارس مرمى فواز ولا إيه، لكن هو يقف. يعني يمكن اختبار وحيد لفواز الجرني من التسديدة اللي مرت بمحاذاة القائم الأيمن وطلعت إلى ضربة ركنية. قبليها كان مروان دا كوستا طلع كورة، والاتحاد قبليها ضيع فرصة أيضا، الكورة اللي رومارينيو حجز عليه فيها رافائيل سيلفا. ولكن بعد نصف ساعة من الآن في ظل غضب وغياب وعزوف من الجماهير الاتحادية عن حضور المباراة، الاتحاد في مباراة اليوم لازال يبحث عن هويته أمام الفيصلي. تدخل قوي جدا من جوستافو، تدخل قوي جدا في اللقطة اللي فاتت، وانذار على لويس جوستافو، تدخل قوي جدا. بالراحة يا عم جوستافو، يعني بالراحة. ألكسندر إبريوفيتش قدامنا ولويس جوستافو اللي بينال الانذار الأول في المباراة في الدقيقة 31 اهو. شوف اللقطة اللي اوه، سلامات لكريم الاحمدي، وادي هنا جوستافو، تدخل كان قوي جدا في اللقطة الماضية، لكن الكرة اتلعبت سريع عند مروان دا كوستا. عبد الاله المالكي مع الكرة، يبدأ ويحضر من عند عبد الله العمار مع الكرة بين الملامح 4-2-3-1، وان كان تنكت من انصار 4-3-3. ادي واحده طويله حلوه من خلف المدافعين لحمدان، هرب قطع كويس ولكن طولت من قدامه وفيها رايه مرفوعه وضربه حره غير مباشره. فيلا نيويفا ما اقدرش اقول اي اخبار لان الاخبار كتيره والمصادر كتيره، ويعني عايز اقول لكم على حاجه، يعني حاله غريبه بيمر بيها نادي الاتحاد، يعني لا افضل الحديث عن تلك الامور ولا أريد الخوض في تلك الأمور، ولكن كل اللي أقدر أقوله بالمناسبة، يعني الاتحاد بجمهوره تزعل عليهم بس ما تزعلش منهم. رجعت ويليام مع الكرة، رافائيل أمامية، التمريرة إلى ويليام ألفيش، إلى خالد الغامدي، الضغط موجود عليه من منصور الحربي، وهنا فيها صفارة من حكم المباراة، خطأ، ضربة حرة من نصيب نادي الفيصلي. هنشوف نادي الفيصلي اللي يعني يكرم اللاعبين، ونادي الفيصلي اللي كان عنده حالة من الحالات الفريدة من اللاعبين، كابتن وصل الذويبي كابتن التاريخي لنادي الفيصلي، ريفالدو حرمة، واللي كان ليه دور كبير في الملعب داخل الملعب وخارج الملعب مع اللاعبين واستقرار الفريق في الممتاز، ومن الأسماء التي حضرت ومن الأسماء التي لن تنساها جماهير الفيصلي وأهالي مدينة حرمة تحديدا وإدارة الفيصلي أيضا. وصل الذويبي، رجعت الكرة من جديد، لمسة المرة دي إلى إيجور روسي، يلعب واحدة طويلة أمامية، أدي هنا لمسة حلوة إلى ويليام ألفيش، ياخد الكرة من حسين القحطاني، محاولة على الطرف، ولكن هنا بقى مروان دا كوستا هو اللي ضغط وخرجها إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. من عزيز أوسكات لعبد الجليل حدة لأحمد بهجة لكاماتشو لفوزي عبد الغني لجواد الزيري لبوشة هشام بوشروان، من أهم الأسماء المغربية اللي حضرت مع نادي الاتحاد وكريم الأحمدي. يا سلام، قاسم راوغ لعب عرضية حلوة وهادي رأسية المرة دي، ولكن برافو عبدالله العمار، ضغط كويس في اللقطة الماضية على ويليام ألفيش، والكرة من نصيب الفيصلي. الفيصلي أكثر تنظيم، الفيصلي أكثر حضور، الفيصلي أكثر خطورة في مباراة النهاردة من الاتحاد، وضربة ركنية فيها خطورة. إيجور روسي، إيجور روسي، مش ده الكابتن اللي ورا اللي في آخر كادر الشاشة ده، وهنشوفه وهننتظر. ولويس جوستافو، هل هي على القائم القريب
ولا على القائم الثاني، ولكن كما عودنا دائما وابدا عاليه في العمق، هي عاليه في العمق المره دي، ولكن برافو الابعاد من جانب عبد الاله الملكي. عدت الكره من جديد لكن ما فيش ولا حد مغطي، هي اقرب الى خالد الغامدي من الناحيه اليمنى. خالد يبدا، رجعت الكره من جديد، ادي الباص في منطقه وسط الملعب من ثاني، حسين القحطاني مع الكوره في قلب دائرة السنتر، سريعة إلى إيجور روسي، بيلعبوا بشكل منظم جدا، يوسف الجبلي مر وعدى، استلم لعب في الشمال إلى قاسم، محاولة إرسال كورة، حلوة يا ولد، حلوة يا ولد، حلوة يا ولد، ولكن أحلى منك ما شاء الله، يا مروان يا داكوستا هو اللي أمن عليها كويس. يلعب الكرة الطويلة ولكن إيجور روسي قبل ما توصل عند هارون إلى رمي التماس. على دكة البدلاء، شوف دكة بدلاء الاتحاد ودكة بدلاء الفيصلي، الاتحاد ركان النجار حارس مرمى، عمار الدحيم وعبد المحسن فلاتة وطارق عبد الله وخالد سميري وعزيز العرياني وفيلا نيويفا والكسندر بريوفيتش. اما الفيصلي فعنده الكسار حارس مرمى عوض خريص، حسين القريش وعزوز اللي هو عبد العزيز الدوسري وخالد كعبي واحمد العنزي، رمزي صولان واحمد اشرف. على المستوى الهجومي بعبد العزيز الدوسري واحمد اشرف وخالد كعبي بالمساحات دي، لا الفيصلي الشوط الثاني يبقى له كلمه. الاتحاد عنده عبد العزيز العرياني وعنده خالد السميري يقدروا يعملوا له تحولات كثيره في منطقه وسط الملعب وفي المساحات الهجوميه، لكن خلينا نشوف. رجعت لمسه بالراس، هايلاند يرجع للخلف ويبدا عن طريق ايجور روسي اللي لعبها في الشمال الى محمد قاسم. نزلت الكره من جديد، ايجور 36 دقيقه من عمر واحداث المباراه ولا يزال التعادل السلبي قائم. عزيز المشاهد عزيز المستمع، هنا في الاسبوع الحادي عشر من مسابقه كاس دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين. رافائيل سيلفا في اليمين الى خالد الغامدي، وقف مررها حلوه الى رولي مع الكره، رولي حلوه 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 بينيه حلوه، انطلاقه حسين، حسين يا ولد، حلوه من حسين القحطان اللي هرب، ولكن التسديده مرت بمحاذاه العارضه والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. اختراق ممتاز يا تشاموسكا، ممتاز يا تشاموسكا، يا سلام يا رولي، وادي حسين القحطاني، شوف الكوره، شوف الكوره، عارف عارف يعني، شوف شوف قدمه الشمال، اللمسه اللي جت كده عفويه كان ممكن يبقى سنترها في الزاويه اليمين في مرمى فواز، ولكن هي اللمسه دي اللي فرقت ومرت. خميس الزهراني، كابتن خميس الزهراني واحد من افراد جيل رائع حضر في كره القدم السعوديه، كابتن خميس واحد من النجوم وواحد من الاسماء الخلوقه وواحد من الاسماء المحترمه حقيقه. ورمي التماس من منصور الحربي، لكن لا لمسه في وسط الملعب عاليه من خليم هايلاند. نزلت في منطقة دائرة السنتر إلى كريم الأحمدي اللي يرجع للعمار، قطعها حسين القحطاني لكن خدها سعود عبد الحميد. تخيل عزيزي المشاهد من الدقيقة 26 لحد دلوقتي ولا هجمة منظمة للاتحاد، في وقت إن الفيصلي متحكم في رتم المباراة كويس، وجوستافو مراوغة، يا سلام عدى وراوغ كده البيشي، وقف لكن البيشي خدها منه وعاقبه مع الكرة، البيشي يلعب البينية ولكن إيجور روسي هو اللي بيقطع الكرة، مع الكرة إيجور. تحس كده ان لعيبه الاتحاد بيوصلوا عند مرحله بتاعت حل، يبقى في ابتكار ولا يبتكر ولا يبتكروا. بقولها لكم كده، احضر لهم تشيكو الان، احضروا تشيكو الان. لكن الكره رجعت من الشمال مره ثانيه، انطلاقه سريعه المره دي من جانب الحربي، مع الكره منصور في الناحيه اليسرى الى حمدان، عرضيه حلوه 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 ولكن ايجور روسي برافو قطع كويس. حسين القحطاني من قبليه يضغط كويس، كريم الاحمدي الى عبد العزيز البيشي، لكريم اللي معاه الكرة، يرجع من اليمين إلى سعود عبد الحميد، لمسة في الخلف إلى مروان داكوستا مع الكرة، مروان من اليمين إلى سعود عبد الحميد، هذا الباص الأمامي إلى البيشي، رجعت لسعود من جديد مع الكرة، سعود عالية على القائم الثاني محاولة، ولكن خالد الغامدي الكرة بتتقطع من قدامه، يرجع ياخدها حمدان من الشمال، لمسة من جديد، هذا الباص على الأرض إلى عبد الإله المالكي في الناحية اليسرى، منصور الحربي لحمدان الشمراني لعبد الإله، تصرف ممتاز ولكن برافو التغطية بشكل روعة من جانب يوسف الجبلي. أدي اللمسة من وسط الملعب، أدي الانطلاقة، وأدي مع الكرة ويليام ألفيش سريع بالكرة، وحكم المباراة بيقول العب ويليام، استلام ودوران وعودة للخلف عشان يأمن ويحضر عند رافائيل سيلفا. حسين القحطاني من الشمال عند قاسم، لمسة إلى خليم هايلاند مع الكرة، خليم هايلاند في المنتصف إلى الجبلي، يرجع إلى خليم هايلاند مع الكرة، خليم على الأرض عدى ومر كويس جدا رولي،
لعب في اليمين عند خالد الغامدي اللي مع الكرة. خالد استلم ودخل في العمق ولكن رجع يحضر من المنطقة الخلفية عند المدافع رافائيل سيلفا. هي الكرة 39 دقيقة وباص من خليم ولكن عبد الإله الملكي. شوف الانتشار الغير جيد من لاعب الاتحاد والتحرك النموذجي من لاعب الفيصلي. وادي محمد قاسم بيحاول ولكن سعود عبد الحميد يطلعها بشكل كويس الى البيشي مع الكره بفرصه مرتده سريعه لو عدى من حسين القحطاني اللي وقف قدامه. ضغط لويس جوستافو ولكن البيشي يمرر في العمق ولكن مش متمركز بالشكل الجيد. رومارينيو هي اقرب الى الجبلي اللي بيعيدها الى حارس مرمى مصطفى ملائكه. 40 دقيقه عزيزي المشاهد لا يزال التعادل السلبي قائم ما بين الاتحاد والفيصلي بباص امامي ومحاوله من اليمين ولكنها تطول من امام رولي موني فايسا والى خارج ارضيه الملعب والى رمي التماس. اللي امامنا دون البرازيلي الجناح الايمن اوائل اللاعبين حاضرين في ارضيه الملعب حضور العائلات من اجل المسانده. ورولي اللي قادم من الدوري تحديدا يعني الدوري الاسترالي لكنها الى مقطوعه الى خليم هايلاند والى مرتده سريعه بباص الى لويس جوستافو مع الكره. لو عدى لو عدى لو عدى حلوه 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 لخليم ولكن برافو كريم يقطع الكره كويس من امام هايلاند يقطعها كويس من امام هايلاند. وادي هنا الانطلاقه والكره مرت الى خارج ارضيه الملعب والى رمي التماس. مرت الى خارج ارضيه الملعب والى رمي التماس. انطلاقه المره دي موجوده مرتده سريعه حمدان الشمراني يعدي ولكن ايجور روسي من امامه وصفاره من السيد بول فان بويكل. خطا ضربه حره لمصلحه نادي الفيصلي وانذار على حمدان الشمراني. انذار على حمدان الشمراني في الدقيقه 41 بتدخله القوي على ايجور روسي. ثاني انذار في المباراه الاول طبعا كان من نصيب لويس جوستافو في الدقيقه 31 وبعدها ب 10 دقائق الانذار اللي بيتلقاه هذا اللاعب. اللي قدامنا ده رولي اللي من مواليد هولندا ورولي اللي بيحمل جنسيه مقاطعه كورسو احدى المقاطعات اللي استقلت. بسم الله ما شاء الله عدد الدول اللي استقلت دلوقتي وبقت لوحديها. الراس الاخضر بقت لوحديها سورينام بقت لوحديها وبقى عندهم منتخب ما شاء الله يعني. لكن خلينا نشوف المحاولة المرة دي من الناحية اليمنى. هارون كامارا والضغط اللي موجود من إيجور روسي اللي بكعب القدم ولكنها إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. تماس من نصيب نادي الاتحاد إلى عبد العزيز البيشي اللي معاه الكرة. عبد العزيز ردت الكرة إلى محمد قاسم تتقطع من قدامهم وتوصل الكرة إلى سعود عبد الحميد في وسط الملعب إلى عبد الإله الملكي اللي بيغار اللعب من الناحية اليسرى. هذه الكرة منصور الحربي حلوة تمريرة بينية ولكنها بتتقطع. شوف اللي كان يقدر يديلك حل من الحلول في مباراة النهاردة لاعب انت فرطت فيه بسهولة جاري رودريجيز اللي انتقل الى فانر باتشا. لكن خلينا نشوف جوستافو مع الكرة عدى وراوغ بعرض الملعب بامتياز حلوة ممكن يشوط. ادي رولي يسدد ولكن برافو مروان داكوستا بطل في اللقطة اللي فاتت. مروان على الارض الى رولي لمسة من اليمين وادي يوسف الجبلي حلوة وادي الهدف الاول وادي الهدف الاول للفيصلي مستحقة يا ويليام مستحقة يا ويليام. يوسف الجبلي عرضية ديليفري ولا اروع توصيل ولا اروع وفي النهاية الفيصلي يتقدم بالهدف الاول 1-0 للفيصلي النتيجة العادلة في شوط اللقاء الاول وويليام ألفيش هو اللي بيسجل الهدف الاول. شوف يوسف يا سلام يا سلام حطها حلو وقطع حلو وهدف حلو من الفيصلي عن طريق ويليام ألفيش يسجله في الدقيقة 43 1-0 1-0 هدف يعبر عن سير احداث المباراه. وادي الكوره يوسف الجبلي لعب باص ممتاز ديليفري وصله بالمرمى على طول وده ما كدبش خبر ويليام على طول يا دوب كده مد رجله وحطها في الزاويه اليمنى لفواز الجرني عشان يبقى هدف اول من نصيب الفيصلي عن طريق ويليام ألفيش. 1-0 لمصلحه نادي الفيصلي. الاتحاد مع هنك تينكات لا زال يبحث عن الطريقة الأمثل ولا زال يبحث عن الحل في الوصول إلى المرمى. مروان داكوستا مع الكرة مروان تمرير أمامية البيشي تتقطع من قدامه للويس جوستافو اللي روى يا ولد حلوة وانتو سريعة البحث عن الزميل ولكن يقطعها المرة دي البيشي ردت بتمريرة سريعة ولكن حسين القحطاني وقاسم ضاغطين كويس وصفارة من السيد بول فان بويكل خطأ ضربة حرة من نصيب نادي الفيصلي.
خطأ ضربة حرة من نصيب نادي الاتحاد. اهي ترجع الكرة من تاني. ادي الباص على الارض الى عبد الاله المالكي. الاتحاد يحتاج الى العرياني في شوط اللقاء الثاني من اجل استغلال بعض المساحات والتوغل جوه منطقه الجزاء. رومارينيو لا تصل اليه الكره. رومارينيو كل ما يجي عبد الاله المالكي يمرر له على طول، ما فيش اي حل في ظل استسلام اجنحه الاتحاد للضغط الفيصلي باينه. لكن ادي جوستافو ومره ثانيه في المساحه، العمار والجبلي، العمار والجبلي، ولكن العمار بامتياز هو اللي يامن عليها ويرجع الى حارس مرمى فواز الجرني. بدايه من الخلف المره دي عن طريق مروان دا كوستا في وسط الملعب الى عبد الاله المالكي. سعود عبد الحميد، شوف الضغط اللي بيعمله دلوقتي لعيبه الفيصلي في شوط اللقاء الثاني، هيعمل له تغريين كده ويجري اللعيبه لقدام، هينزل، افتكروا الكلمه دي كويس، عنده عبد العزيز الدوسري ده ممكن يبقى تغيير اول، واحمد اشرف او خالد كعبي يبقوا تغيير ثاني في ظل المساحات اللي موجوده دي. مدرب ما بيستعجلش، مدرب هادي شاموسكا بيطبخ الهجمه واللعب على نار هاديه. لكن ادي الكره من جديد، وادي واحده طويله اماميه حلوه من حمدان، استلم استلم استلمها حلو، مين اللي جاله بقى؟ بيدور على اي حد من زمايله، يحط الكره حلوه الى منصور، يلف العرضيه جوه المنطقه، محاوله، ولكن هنا ملائكه هو اللي بيطلع يمسك الكره قبل ما توصل عند هارون موسى كامارا. طلع بشكل كويس جدا مصطفى ملائكه وانقذ الكره في اللقطه الماضيه. صفاره من الحكم، خطا ضربه حره من نصيب نادي الفيصلي. مباراتين كانوا مثيرتين انتهوا 3-3، كانوا ايضا في شهر ديسمبر، واعاده للهدف الجميل الحقيقه، الهدف اللي مرسوم والتوصيل الرائع بامتياز من يوسف الجبلي الى ويليام الفيش. ويليام الفيش هو اللي بيسجل الهدف حاليا، ونوره باين ان هو مش مبسوط، محمد نور. ويليام الفيش اللي قادم من نادي تشافيز. وهنا بقى صافرة انتهاء شوط اللقاء الأول. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا متابعينا عبر القنوات الرياضية السعودية، شوط اللقاء الأول ينقضي هنا ما بين الاتحاد والفيصلي بتقدم الضيوف بهدف مقابل لا شيء عن طريق ويليام الفيش في الدقيقة 43. شوط أول انتهى على أمل إثارة ومتعة وأهداف في الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي بلال أحمد علم، لا تذهب. اللي سجل هدف في الدقيقة 43 من عمر وأحداث المباراة في الشوط الأول بعرضية كانت متقنة من جانب يوسف الجبلي. صافرة بداية شوط اللقاء الثاني، تحياتي بلال أحمد علام. وعلى يسار الشاشة بالزي الأبيض الكامل فريق نادي الفيصلي، وعلى اليمين بالزي التقليدي فريق نادي الاتحاد الذي يبحث عن العودة في شوط اللقاء الثاني. 45 دقيقة مفترض تاريخ بالنسبة لنادي الاتحاد ولنادي الفيصلي اللي نجح في شوط اللقاء الأول في السيطرة على مفاصل المباراة. هينغتون كات باين أنه هو في شوط اللقاء الثاني هيلعب بمهاجم وهمي، هيعتمد على رومارينيو في التحركات السريعة، وأيضا على الإمدادات اللي هتجيله من جانب عبد العزيز البيشي ومن جانب حمدان الشمراني وكارلوس فيلانيويفا. بدأ شوط اللقاء الثاني الفيصلي يعني لم يجري ولا تغيير، الاتحاد بيلعب بفواز الجرني، أربعة مدافعين من اليمين سعود عبد الحميد، من اليسار منصور الحربي، البين دفاع مروان دا كوستا، وبجواره عبد الله العمار. وسط الملعب عبد الإله المالكي وكريم الأحمدي، قدامهم فيلانيويفا، رومارينيو، عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني. هي دي تشكيلة الهولندي السيد هينك تينكات. أما الفيصلي فبيلعب بمصطفى ملائكة حارس مرمى، أربعة مدافعين أيضا، خالد الغمدي من اليمين ومحمد قاسم من الشمال، مع البين دفاع إيجور روسي ورافائيل سيلفا. وسط الملعب حسين القحطاني وخليم هايلاند ويوسف الجبلي، جوستافو ورولي وويليام الفيش صاحب الهدف. هنا منصور الحربي من الشمال مع الكورة، يلعب بينية حلوة إلى رومارينيو، ولكن من قدامه رافائيل سيلفا يقطع إلى ويليام رولي، يرجع إلى خالد الغمدي اللي بيلعب واحدة طويلة أمامية إلى الجبلي، ولكن من قدامه الضغط كان حاضر من مروان دا كوستا. حسين القحطاني، دي ميزة لما تحط لاعب بيلعب كورة حريف كده باللغة الدارجة في منطقة وسط الملعب، لكنها إلى رومارينيو بينية حلوة حلوة لحمدان، ويضيعها ويضيع الانفراد حمدان الشمراني، يرفض الهدية، وادي واحدة لكنها من مصطفى ملائكة. حلوة يا كارلوس، حلوة يا كارلوس،
أحلى رومارينيو، ولكن الإبداع حاضر بأطراف أصابع الحارس مصطفى ملائكة. شوف البينية الجميلة، وشوف حمدان الشمراني اللي انفرد، ولكن برافو ملائكة في الأولى. شوف الثانية من فيلانيويفا، ملائكة ورافائيل، مصطفى ملائكة ورافائيل، وبرافو برافو البينية من رومارينيو اللي اديها له على طبق من ذهب، ولكن ضيعها حمدان الشمراني. لكن واضح ان كان فيها راية وتسلل على حمدان الشمراني في اللقطة الماضية. بادئ شوط اللقاء الثاني سريع من جانب الاتحاد. رافائيل يلعب واحدة طويلة عند ويليام اللي بيبدأ يحضر عند مروان دا كوستا. من الشمال منصور الحربي مع الكرة، منصور بينطلق وبيتقدم، منصور يمرر حلوة إلى رومارينيو، بدأ ياخد حريته، يمرر واحدة حلوة إلى فيلانيويفا اللي بيلعبها سريعة في أقصى الناحية اليمنى. البيشي، البيشي عدى البيشي، مرر البيشي، ولكن هايلاند إلى البيشي من جديد، لمسة إلى فيلانيويفا، الملكي يلمس في الشمال حلوة إلى منصور، منصور يلعب الأرضية، الأرضية، ولكن هي بقى المرة دي التغطية الدفاعية بتسديدة من جديد، ولكن فيها لمسة يد وصفارة، خطأ ضربة حرة غير مبشرة لمصلحة الفيصلي. الاتحاد مختلف تماما في اول ثلاث دقائق من احداث شوط اللقاء الثاني. هجمتين في ظرف دقيقتين بالنسبة لي الاتي. الاولى كانت في موقف تسلل اللي قدامنا هو حمدان الشمراني بعد بينية حلوة من جانب رومارينيو. هي دي خطورة رومارينيو، هي دي خطورة رومارينيو، بيلعب هجوم بمثلث مقلوب، مثلث مقلوب رومارينيو وقدامه جناحين. هنا اقدر اقول لك دلوقتي ان هو بيلعب 4-3-3، اقدر اقول لك ان هو بيلعب 4-3-3 مع توظيف هجومي في مركز صانع اللعب الى كارلوس فيلانيويفا. تماس باليمين عند خالد الغامدي اللي بيلعب الكوره، تمرير الباص، ولكن الابعاد من حمدان الشمراني، والكره الى خارج الملعب والى تماس. تشاموسكا، ماذا سيقدم تشاموسكا من اجل ايقاف المد الاتحادي في شوط اللقاء الثاني؟ يمتلك العناصر، يمتلك العناصر، ولكن الاتحاد في شوط اللقاء الثاني يبحث عن ثغرة في دفاع الفيصلي وبدأ يجدها. هنا محاولة في اليمين، لويزينيو يلعب الأرضية حلوة، ولكن الكرة أقرب إلى حارس المرمى فواز الجرني. نشيد بفواز الجرني في تألقه في خليجي الماضية وتقديمه لمباريات كبيرة ولأداء ممتاز حقيقة، لكن هي باص أمامي إلى البيشي اللي عايز يعدي بالحل الفردي، يحط البينية حلوة إلى سعود مع الكرة سعود، ولكن حسين القحطاني هو اللي ضغط وخرجها إلى خارج الملعب. هي إلى ضربة ركنية من نصيب نادي الاتحاد. أدي قدامنا رولي، رولي بونا فايسا اللي قدامنا، رولي بونا فايسا اللي بيلعب في إحدى الجزر اللي استقلت عن هولندا، سوارينام، والاسم الشهير هو كلارنس سيدورف، ومن خلفه هاسلبانك، لكن ركنية عالية ومحاولة أمامية، والتعادل من حمدان، التعادل من حمدان الشمراني، يدخل التاريخ حمدان الشمراني في آخر مواجهة سجل للفيصلي، وفي أول مواجهة يسجل للاتحاد. حمدان الشمراني يعود للإتي، حمدان الشمراني يعود للإتي في أول خمس دقائق، انذار العودة يأتي، وحمدان الشمراني يقفز فوق الجميع ويسجل هدف التعادل. 1-1، أدي حمدان الشمراني، وأدي قفزة فوق خاليم هايلاند بهدف تعادل حاضر من جانب حمدان الشمراني. حمدان الشمراني الفيصلي أهدى للاتحاد ليعود ويسجل في مرمى الفيصلي بقميص الاتحاد بعد أن سجل في آخر مواجهة بقميص الفيصلي في مرمى الاتحاد، ليحضر حاليا حمدان الشمراني بهدف التعادل. 1-1 بول فان بويكل، بول فان بويكل يقول لهم ما فيش حاجة، هو مش هرجع للفار، هو بينتظر إشارة من الفار، من مساعديه في الفار بيورن كيبرز ورائد الزهراني، ولكن هنشوف وهننتظر. لكن هو احتسب الهدف خلاص السيد بول فان بويكل، الا اذا مطالبه بان يعني حمدان الشمراني اتخذ خليم هايلاند كوبري، ولكن حمدان الشمراني يسجد لله شاكرا ويسجل ويدخل القائمه من اللاعبين اللي سجلوا بقميص الفريقين. رجعت الكره من جديد، ابو سمعان سجل بقميص الاتحاد وسجل بقميص الفيصلي، رجعت الكره من جديد. ادي واحده طويله واماميه، محاولة عالية، محاولة للوصول لكنها بتتقطع وبتوصل، حلوة الانطلاقة، عايز يلعب البينية ويليام، ولكن من قدامه يقطعها كويس عبد الله العمار. سعود عبد الحميد إلى كارلوس فيلانيويفا، بيلعب الكرة السريعة كارلوس فيلانيويفا، هي إلى عبد العزيز البيشي، بتغييرة اللعب إلى حمدان الشبراني بمجهود بدني دلوقتي بيحاول. الاتحاد
بيبدأ شوط اللقاء الثاني ضاغط بعد حلول كانت منهكة وكانت غائبة في شوط اللقاء الأول إلا على فترات قليلة ومتباعدة، لكن هي الكرة من كريم الأحمد اللي بيرجع. اسمع اسمع، حتى لو حضر قليل من الجماهير في المدرج فأصوات جماهير الاتحاد مسموعة، ولا زلت أقول بأن الاتحاد وجمهور الاتحاد ما تزعلش منهم، تزعل عليهم، تزعل على حالهم، وهذا ليس بقدر الاتحاد ولا بقيمة الاتحاد، لكن لكل جواد كبوة حتى وإن طالت. اتقطعت، وصلت المرة دي إلى رولي، بونافاسيا مع الكرة، يرجع في اليمين عند خالد الغامدي اللي بيرجع يحضر من الخلف عند رافائيل سيلفا. خالد، رافائيل، خليم آيلاند إلى خالد، أمامية، الضغط حاضر من منصور، سريع المرة دي إلى فالينويفا، بينية أحلى، رومارينيو، رومارينيو، ولكن المرة دي ملائكة يطلع بقدمه يطلعها إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. مصطفى ملائكة وروماريني، أدي فالينويفا، تغيير اللعب في أقصى الناحية اليسرى إلى منصور الحربي اللي معاه الكرة. منصور واقف على الكرة، يرجع إلى كريم الأحمدي في منطقة منتصف الملعب، تحضير من الخلف والبداية عن طريق مروان دا كوستا. مروان دا كوستا، لمسة من اليمين من مروان دا كوستا، سعود عبد الحميد على الأرض إلى عبد العزيز البيشي، يمرر تمرير أمامية إلى كارلوس فيلانيويفا على الأرض، حلوة لرومارينيو، هناك فاضي، فيلانيويفا يلعب البينية ولكن خالد الغامدي هو اللي بيقطعها، تنزل إلى كريم الأحمدي. شوف الضغط بقى، شوف الضغط، وشوف فيلانيويفا اللي مع الكرة، أدي لمسة من الناحية اليسرى إلى منصور الحربي اللي بيلعب عرضية على القائم الثاني، نزلت المرة دي، ولكن هنا بقى في صفارة حاضرة، خطأ ضربة حرة من نصيب نادي الفيصلي. والله تقول لي إيه اللي غير اللعب وإيه اللي غير المباراة في شوط اللقاء الثاني؟ أقول لك دي قيمة لاعب حافظ الكرة السعودية وحافظ فرق الدوري السعودي، لاعب بمواصفات مدير فني في أرضية الملعب مع نزول كارلوس فيلانيويفا، حتى وإن لم يكن هو بنفس قيمته التي حضر فيها في أول موسمين، ولكن كارلوس فيلانيويفا يعلم خبايا الفرق. هو ما بيعملش حاجة فيها إبداع، هو بيعمل اللي غيره ما بيعملوش، استلم ملعب على طول، كرة السريعة اللي بتوصل للمرمى، لكن رجعت من خالد الغامدي، باص المرة دي إلى خالم هايلاند. شوف لما بيتضغط عليهم بيعملوا إيه لعبت الفيصلي، المرة دي بقى أفضلية للاتحاد، وهنا إنذار على خليم هايلاند وصفارة موجودة، خطأ ضربة حرة وإنذار على خليم هايلاند في الدقيقة 55. في الدقيقة 55 حمدان الشمراني اللي كان أنذر في الدقيقة 41 وكان سجل في الدقيقة 50، ومن قبله سبقوا انذار للويس جوستافو، كده الانذار الثالث في المباراة، والجماهير الاتحادية الحاضرة هنا في أرضية الملعب بقائد المدرجات إن لم يكن صالح الجرني فحمدان المغربي، علي الكورة، محاولة عند مروان دا كوستا لكنها بعيدة وإلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. نرجع نفتكر مباراة 3-3 أيضا في ديسمبر من يوم 28 في عام 2017، كان لويس جوستافو بالمناسبة سجل هدفين، وروجيريو اللي انتقل إلى إت الشرقية فارس الدهناء نادي الاتفاق كان سجل هدف، وفهد المولد كان سجل هدف، والعكايشي كان سجل هدفين. العكايشي اللي انتقل من الاتحاد إلى الاتفاق والآن يتواجد مع نادي العهد اللبناني، أحمد العكايشي. رجعت من اليمين مرة تانية إلى سعود عبد الحميد، واحدة أمامية بلمسة حلوة إلى كارلوس فيلانيويفا، ولكن برافو الضغط نزلت لمحمد قاسم. هيبدأ بقى الفيصلي دلوقتي يقف على الكرة أكتر، لأنه كل ما بيحرك الكرة بسرعة وبتتقطع منه رومارينيو بينطلق ما شاء الله زي السهم للأمام، ولكن الكرة هي من سعود بيقطعها هي إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. ألكسندر إبريوفيتش القادم هناك من السالونيكي باوك، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب هي إلى ركنية من نصيب أبناء حرمة، ركنية من نصيب الفيصلي. وأمامنا هون كريم الأحمدي اللي راجع في اللقطة اللي فاتت، وضربة ركنية هتتنفذ وهتتلعب دلوقتي لمصلحة نادي الفيصلي. ضربة ركنية وترقب جوه منطقة الجزاء، هنشوف وهننتظر، وادي ترقب والكل بينتظر والكل بيشاهد، ادي الركنية اللي بتتلعب عالية حلوة لكنها المرة دي على القائم الثاني، ردت من جديد، محاولة لكنها أقرب إلى رومارينيو، ترجع من جديد،
هي المحاولات، لكن الكرة أطول، والمرة دي بقى عبد الله العمار يسيبها إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. عبد الله العمار بالمناسبة اللي كان بدأ مع نادي الهلال وانتقل من الهلال إلى الفتح وتم ضمه في يناير الماضي، هو وياسين برناوي، واحد من صفوف الفتح والتاني من صفوف القادسية. ياسين برناوي انتقل من نادي الاتحاد ايضا، وعبدالله العمار هو اللي يكمل، ولكن النهارده في توصيف السيد هينكتن كات هو اللي بيلعب في مركز قلب الدفاع. عالية من قفاز الجرني، كرة محاولة بتنزل الى منصور الحربي على الارض الى كارلوس فيلانيويفا، لمسة الى الملكي الى كارلوس الى رومارينيو، البحث مرة تانية عن زميل، لكن رومارينيو يرجع من جديد. سعود عبد الحميد ظهير ايمن، خلال عام او عامين سنشاهد باذن الله تعالى لاعب بمواصفات احمد الدوخي هجوميا. منصور الحربي او عفوا سعود عبد الحميد الظهير اليمين، هنا البيشي مع الكره، عبد العزيز على الارض الى عبد الاله الملكي اللي مع الكره، لمسه في المنتصف الى كريم الاحمدي، من الناحيه اليسرى الى منصور الحربي من جديد، واحد من اللعيبه اللي انتقلت بشكل مباشر من الاهلي الى الاتحاد. ردت من جديد ابراهيم سويد، خالد جهواجي، خالد مسعد من الاهلي للاتحاد، دي من اشهر الاسامي، لكن هي محاوله المره دي في اقصى الناحيه اليمنى، محاوله موجوده على الارض الى سعود عبد الحميد، بيحاول عند البيشي ولكنها بتتقطع الى مرتده سريعه، محاوله مره ثانيه يوسف الجبلي، وقف على الكره الجبلي، البحث عن حسين القحطاني في وسط الملعب، ولكن هو فضل يراوغ. الجبلي لعب في الشمال الى محمد قاسم مع الكره، محمد قاسم اللي بيلعبها اماميه بعيده على لويزينيو، هي اقرب الى المدافع عبد الله العمار مع الكره. مروان دا كوستا على الارض، رومارينيو يقف يلعب في اليمين الى سعود عبد الحميد، باص في وسط ملعب الفيصلي الى عبد العزيز البيشي، اماميه المحاوله ولكن حسين القحطاني يقطعها في قلب وسط الملعب. مرة تانية الجبلي يرجع للدفاع عند إيجور روسي، هي أقرب إلى حارس المرمى مصطفى ملائكة مع الكرة. مصطفى يبدأ يحضرها بسهولة من الناحية اليمنى عند رافائيل سيلفا، طويلة ما تدخلش وسط ملعب الاتحاد، يقابل معاها كويس رولي لكنها بتتقطع، نزلت إلى عبد الله العمار في قلب دائرة السنتر إلى كارلوس فيلانيويفا، يحطها حلوة المرة دي في أقصى الناحية اليمنى إلى البيشي، ولكن هي خطأ من نصيب محمد قاسم، ضربة حرة. محمد قاسم اللي من ناشئين الاتحاد ومن 2012 مع الفريق، محمد قاسم اللي قدامنا ده كان انتقل للفيحة ومن الفيحة الى الفيصلي، واعادة في اللقطة الماضية لعبد العزيز البيشي اللي كان عايز ينال خطأ، وامامنا هنا خالد كعبي، خالد كعبي واللي هيغادر هو خليم هايلاند اللي عنده انذار كده. يوسف الجبلي هيبدأ يسقط، يبقى محور تاني بجوار حسين القحطاني، وخالد كعبي يبدأ بقى يحاول ان هو ينفذ التحولات الهجومية السريعة لنادي الفيصلي بميزة يتميز بها خالد كعبي. عارفين ايه هي؟ التسديد من خارج منطقة الجزاء. خالد كعبي هو اللي بيشارك دلوقتي، محاولة عند خالد الغمدي ولكن من قدامه حمدان الشمراني طال وطلعها الى خارج الملعب والى رمي التماس. هتتلعب دلوقتي من خالد الغمدي في وسط الملعب، اول لمسة كده عند خالد كعبي، رولي يرجع للخلف عبد الاله الملكي، تدخل بعد ما الكوره اتقطعت من قدام رولي، وادي واحده طويله من خالد الغمدي لكنها مش لحد خالص، هي الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. رولي بونافاسيا هو اللي واقع على ارضيه الملعب، وقايمه هون تشاموسكا، برايكلس تشاموسكا، والحوار مع حكم المباراه الرابع كابتننا القدير الكابتن ماجد الشمراني، اللي طبعا بنبارك للكابتن ماجد الشمراني ان يعني من يومين حكم نهائي شرق اسيا في الفلبين في بطوله العاب جنوب شرق اسيا بين اندونيسيا وفيتنام. رجعت الكره مره ثانيه في وسط الملعب من جديد، النقله في اقصى الناحيه اليمنى الى عبد العزيز البيشي اللي عايز يلعبها لسعود، ولكن من قدامه محمد قاسم قفل عليه، والكره مرت الى خارج الملعب والى تماس من سعود. مروان دا كوستا عايز يلعب الطويله، هي الطويله برضو اماميه، استلامه من رومارينيو يحطها في المساحه حلوه لعبد الاله الملكي، ولكن برافو خالد كعبي هو اللي بيقطع، تخبط في قدم خالد وترجع لخالد الغمدي الى خالد كعبي من جديد، محاوله مراوغه ولكن الاحمدي بيقابل كويس للملكي مع الكوره. يا سلام، باص حلوه في اقصى الناحيه اليسرى، منصور الحربي محاوله ارسال عرضيه لكن يحطها لحمدان الشمران اللي يراوغ، حمدان مع الكوره
يلعب في الشمال الى منصور، حلوه البينيه، حلوه لفيلانيويفا، فيلانيويفا هرب فيلانيويفا، ولكن من قدام حسين القحطاني يطلعها الى خارج الملعب والى ضربه ركنيه. برافو حسين القحطاني، برافو حسين القحطاني. اهي الكره وهي المحاوله. شوف بقى حسين القحطاني حتى لا يرتكب خطا، بذكاء تعامل مع الكره اللي فاتت بذكاء، لان يعني بلغه اهل جده اي انبراشه كده من حسين القحطاني كان ممكن ياخد رجل فيلانيويفا. اطمن ان الكره بعدت عن فيلانيويفا، قام نازل عمل اللي هي الايه السلايد الزحلقه بتاعته دي وطلعها الى خارج الملعب عشان تبقى الكره الى ضربه ركنيه من نصيب الاتحاد. شفنا تغيير بنزول فيلانيويفا، ولا زال هناك تغيير اخر يفيد من اجل النواحي الهجوميه لنادي الاتحاد، اما العرياني واما بريوفيتش. والإعادة للرأسية اللي طلع لها كويس حمدان الشمراني، والمطالبة زي ما كان لاعب الفيصلي بيطالبوا إن هي فيها يعني إيه سندة واستناد على ظهر خالم هايلاند من حمدان الشمراني، ولكن الحكم قال لهم أنا شايف الكرة وعلى إثرها احتسب هدف التعادل لحمدان الشمراني. وضربة ركنية من كارلوس فيلانيويفا، ركنية من كارلوس يلعبها حلوة على القائم الأول، ورأسية من مروان داكوستا هي إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. برتغالي أسباني مغربي مروان داكوستا. سلامات لحمدان الشمراني اللي مروان وهو طالع كده خد ودانه في السكة. سلامات لحمدان الشمراني اللي واقع على أرضية الملعب. شوف مروان داكوستا ما شاء الله طلع خدها كده ولا وبإيده كده سند على أذن حمدان الشمراني. سلامتك يا حمدان، سلامات حمدان الشمراني. يستعد من اجل استئناف المباراه والعوده مره ثانيه. النهارده ضمك فاز على الفيحة بنتيجه هدفين مقابل هدف واحد، بالامس النصر فاز على التعاون بنتيجه هدفين مقابل هدف واحد، الاتفاق بالامس عن طريق روجيريو فاز على الفتح 1-0، والخميس ابها فاز على الحزم 3-2، الرائد فاز على الشباب 4-3، الوحده فاز على العداله 2-0. وعندنا الخميس القادم الفيحة سيخرج او سينتظر نادي الاتحاد، ابها سيلاعب الشباب، العداله سيلاعب النصر، التعاون مع الوحده، الاهلي مع ضمن، والجمعه باذن الله تعالى الفتح والحزم، ثم الرائد والاتفاق، وبالتاكيد بعد صعود الهلال الى الدور قبل النهائي ستنتظر النتائج من اجل اما سيؤجل لقاء الفيصلي والهلال واما سيلعب في موعده. لكن في الجولة الماضية نادي الاتحاد فاز على الاتفاق 2-1، عبد الاله المالكي وسيدريك يامبري بالخطأ في مرمى، لكن لا يزال التعادل الإيجابي قائم ما بين الفريقين في أرضية الملعب. 65 دقيقة بلغة ال 45 دقيقة 20 دقيقة مرت، تبقى 25 دقيقة، والبداية والتحضير من الخلف عن طريق إيجور روسي مع الكرة. إيجور يرجع للخلف ويحضر المرة دي رافائيل سيلفا أمامية المحاولة في الناحية اليمنى عند خالد كعبي، مهارف واحد على واحد قدامه حمدان الشمراني، لكن هو يتوغل في العمق، يحط الكرة حلوة ليوسف الجبلي إلى خالد الغامدي اللي يراوغ ويعدي كويس، يهيئها في المنطقة الدفاعية المرة دي، واللي شارك تحديدا في هذا الوقت حسين القريش، حسين القريش بديلا للي غادر رولي. وحاول من الناحية اليسرى محمد قاسم، عرضية حلوة ولكن سعود عبد الحميد يطلع الكرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة ركنية. ضربة ركنية هو قدامنا، قدامنا محمد قاسم اللي كان عايز يلعب عرضية ولكن سعود عبد الحميد من أمامه. 66 دقيقة وركنية من نصيب الفيصلي عند لويس جوستافو. حاضر إيجور روسي اللي كان سبق وسجل برأسه، وضربة ركنية حاضرة للفيصلي، وأمامنا مشجعات من الفيصلي، وأدي الركنية عالية المرة دي على القائم الثاني، حلوة حلوة، وفواز الجرني على مرتين، برافو فواز قبل رافائيل سيلفا، قبل رافائيل سيلفا. خلاص عدت على خير يا رجالة، عدت على خير، عدت على خير، عدت على خير. أدي قدامنا فواز، وأدي إعادة الكرة اللي فاتت اللي كان لعبها كده لمنصور الحربي، ورجعت الكرة من جديد. عبد الله العمار اللي يبدا عند مروان داكوستا، يلعب كره طويله في الناحيه اليسرى لكنها بعيده عن رومارينيو الى خارج ارضيه الملعب والى تمس، رمي التمس. قدامنا هو مروان داكوستا وامامنا هو رومارينيو، ورمية التمس عند منصور الحربي حاضره في هذا الوقت من المباراه. رجعت الكره الى عبد الله العمار من جديد،
عبد الله يلعبها على الارض عند عبد الاله المركي اللي يرجع يستلم ويبدا من جديد. كريم الاحمدي مروان داكوستا في اقصى الناحيه اليمنى، استلامه حاضره من سعود عبد الحميد عايز يحطها كده الى كارلوس فيلانيويفا، ولكن قافلين كويس فيها لعيبه الفيصلي عشان ترد بمرتده، ولكن برافو مروان داكوستا مره ثانيه يرجع ياخد الكره للاتحاد، يلعب التمريره البينيه الحلوه، استلامه من رومارينيو، البحث عن المساحه، راوغ حط الكره جميله للبيشي، سدد حلوه يا ولد، حلوه حلوه من عبد العزيز البيشي لكنها عليت والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. ضربه مرمى ميجان مملي في مباراة 3-3 في 16 ديسمبر 2010 اللي انتهت بالتعادل 3-3، ودي كانت آخر مباراة أو يعني تاني مباراة تقام بينهم في شهر أو أول مباراة تقام بينهم في شهر ديسمبر. إعادة الكرة اللي فاتت والرأسية من رافائيل والتعامل الرائع من جانب فواز الجرني في اللقطة الماضية في ظل الغياب الدفاعي لدفاع الاتحاد، ولكن فواز قدر إن هو يسيطر على الكرة. لكن نرجع لأول مواجهة في ديسمبر 3-3، ميجن مملي كان سجل هاتريك، واللي كان سجل الاتحاد شوف مين بقى، سلطان النمري، محمد نور، والمهاجم المميز ابن مدينة عين الفوارة في الجزائر عبد الملك زيايا. رجعت من الشمال لمحمد قاسم، ردت للخلف، تحضير إيجور روسي في مساحة حلوة عند حسين القحطاني اللي يرجع عند حارس مرمى مصطفى ملائكة، لمسة لإيجور روسي اللي بيلعب ولكن ضغط عليه كويس المرة دي رومارينيو، والكرة إلى تماس من نصيب نادي الفيصلي. قدامنا هو عبد العزيز العرياني هو اللي بيستعد للنزول، ورمي التماس من الناحية اليسرى، هو قدامنا عبد العزيز هو اللي بيستعد للنزول دلوقتي كتغيير قادم قد يكون بديلا للبيشي أو بديلا لحمدان الشمراني. عالية مش لحد خالص، هي الى خارج الملعب والى رمي التماس. 70 دقيقة عزيز المشاهد عزيز المستمع، الاتحاد في شوط اللقاء الثاني لم ينتظر اكثر من 5 دقائق حتى استطاع ان يعود للمباراة برأسية من جانب حمدان الشمراني اللاعب الذي احضره الاتحاد هذا الموسم من صفوف الفيصلي. محاولة امامية وادي هنا التعامل بالراس من ايجور، ولكن ضغط عليه رومارينيو، بيضغط على الاطراف كويس ولكن لا زال ينتظر امدادات من الجناح الأيمن ومن الجناح الأيسر، وهي صفارة والخطأ على محمد قاسم. محمد قاسم تغيير بيتم دلوقتي في صفوف الاتحاد، واللي بيشارك هو عبد العزيز العرياني، ومين اللي غادر؟ اللي غادر هو عبد العزيز البيشي، البيشي هو اللي غادر، واللي نزل مكانه هو العرياني. وضربة حرة في لانيويفا يلفها حلوة يلفها حلوة يلفها حلوة، ولكن المرة دي وليام ألفيش ردت من جديد، ولكن هي فيها راية مرفوعة وتسلل كان على حمدان الشمراني، وضربة حرة غير مباشرة من نصيب نادي الفيصلي. أمامنا هون المساعد الثاني السيد ساندر فان روكل، وهو نشوف الدبل كيك كده من اللي لسه نازل، ولا ده كان عبد الله العمار هو اللي كان لعب الدبل كيك. رافائيل سيلفا مع الكورة، رافائيل يلعب واحدة عالية، فيصلي احضر محترفين على مستوى عالي جدا على سبيل الذكر للحصر، يعني من 4 سنوات كان جابه بلبوا لاعب ريال مدريد وبنفيكا السابق، بلبوا لاعب غينيا الاستوائيه كان واحد من اللعيبه المميزه في مركز وسط الملعب. والفيصلي ايضا اللي كان احضر لاعب ممتاز جدا في الهجوم دييجو كالديرون اللي كان قادم من الدراويش الاسماعيلي، ولكنها الى تماس دلوقتي من نصيب خالد الغامدي من ناحيه اليمين. خالد جاي يلعبها في انتظار المسانده، خالد الغامدي يلعب رميه التماس، يضغط منصور الحربي الى حمدان الشمراني اللي يعيدها الى عبد الله العمار، طويله في منتصف ملعب الفيصلي، اقرب المره دي الى ايجور روسي، مع الكره ايجور روسي استلم حطها على الطرف الشمال يوسف الجبلي، محمد قاسم يرجع لايجور روسي، هي اقرب المره دي الى حارس مرمى الحارس مصطفى ملائكه. اماميه الكره من ملائكه على الارض، محاوله من حسين القحطاني لكنها بتتقطع، هي سريعه المره دي من الناحيه اليسرى، انطلاقه حمدان الشمراني لف واحده ولكن استعجل فيها بعيده، هي الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. مرت الى خارج ارضيه الملعب واصبحت الكره ضربه مرمى. قدامنا هون رومارينيو، ظاهر رومارينيو اللي حصل على لقب كأس العالم للأندية مع نادي كورينشيانس بعد الفوز
على تشيلسي الإنجليزي، وشارك قبل عامين في النهائي أمام ريال مدريد مع فخر أبو ظبي نادي الجزيرة. لكن هي رأسية بترد مرة تانية من إيجور روسي. حسين القحطاني سريعة، لمسة أسرع إلى خالد كعبي اللي استلم مراوغ. كعبي على شماله متواجد المرة دي، هيعمل إيه كعبي؟ حطها حلوة للويزينيو لكعبي، ولكن برافو سعود عبد الحميد اللي غطاها كويس. فيلانيويفا مشيها إلى مروان دا كوستا، الضغط عليه من حسين المنصر أو حسين القحطاني، هي إلى خارج الملعب وإلى تمس. أمامنا هون مروان دا كوستا، وأمامنا السيد بول فان تونكيل اللي بيحكم خامس مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان واللي هو دولي من عام 2008. وادي هنا المرة دي بيغلط خالد الغمدي، بيغلط والمرة دي أقرب إلى حمدان الشمراني، ولكن رافائيل سيلفا يحط قدمه ويضغط. هنا بقى حمدان اللي عنده إنذار، ولكن قرار الحكم بإيه؟ صفارة خطأ ضربة حرة، بيطالبوا بالإنذار الثاني، ولكن بول فان بونكيل بيقول العب صفارة وخطأ وضربة حرة، ويكتفي بتحذير شفوي إلى الجناح الأيسر لنادي الاتحاد حمدان الشمراني. وهنا الإنذار الثاني وطرد بقى ولا إيه؟ عنده إنذار، هو عنده إنذار حمدان الشمراني. إيه هو القرار؟ إيه هو القرار؟ القرار إنذار ثاني وطرد على حمدان الشمراني، طرد على حمدان الشمراني، طرد حمدان الشمراني ينال طرد دلوقتي بعد انذار كان خده في الدقيقة 41، ينال الانذار الثاني في الدقيقة 74. اذا حمدان الشمراني يطرد، يطرد حمدان الشمراني، بينال حالة طرد دلوقتي حمدان الشمراني، بيطرد بعد ما كان الحكم يعني اكتفى كده بالتحذير الشفوي. وهنشوف القرار من حكم المباراة، الانذار رقم 82، 82 اللي بيشيره هذا الحكم في مسيرته خلال 438 مباراة، 438 مباراة، ودي المباراة رقم 439، وده الانذار رقم 81. الانذار رقم 81 ولا الانذار رقم كام؟ لا هو الانذار رقم او الطرد رقم 82، وهو الانذار رقم 1386 له كحكم. ده بسم الله ما شاء الله، ده ايه ماشي بيفرق كروت. لكن خلاص الاتحاد هيلعب ناقص لاعب، هينتن كراد بيقول لك يعني انا ناقص، وصدقت رجعت للمباراه، ولكن خلينا نشوف وننتظر. ردت من جديد، بدايه من الخلف، حسين القريش مع الكره، حسين القريش لمسه في وسط الملعب من جديد، وادي الباص في اقصى الناحيه اليمنى، وادي المحاوله من خالد الغمدي اللي بيحاول، لكن الكره نزلت في منطقه وسط الملعب. ادي الباص الجميل، وادي المحاوله من فيلانيويفا، ولكن برافو رافائيل، لمسه سريعه في محاوله اماميه عند يوسف الجبلي، انطلاقه من اليسار، قاسم مع الكره، محمد قاسم عايز يعدي، ولكن هنا الضغط موجود عليه من فيلانيويفا. وادي الكره الى رامي التماس، رامي التماس، شجاعات الفيصلي متواجدين هنا في ارضيه الملعب. ردت في قلب وسط الملعب، باص سريع لحسين القحطاني، لمسه من الناحيه اليسرى لمحمد قاسم، ريكلس تشاموسكا بدا يضغط دلوقتي، وادي كره الى لويزينيو، مع الكره لويزينيو، ولكن هي باص قصير، العمار يقطعها، رومارينيو البحث عن عبد العزيز العرياني وبيدور على فيلانيويفا، لكن هو يفضل التوغل، وهنا بقى التدخل، الحكم بيقول على الكره من خالد الغمدي. حسين المنصر قلب دايره السنتر الى حسين القريش، موجوده من جديد، هي لاقصى الناحيه اليسرى، وادي محاوله عند محمد قاسم، عرضيه على القائم الثاني هتعمل مشاكل، ولكن هي على القائم القريب اقرب لسعود عبد الحميد عبد الاله الملكي. بحث عن مساحه، استلم رومارينيو، ولكن هي فيها صفاره، وقرار من الحكم هو خطا على رافائيل سيلفا، خطا على رافائيل سيلفا، خطا وضربه حره. عدد الجماهير 8452، جمهور الاتحاد يوصل رسالة. رجعت العرياني في وسط الملعب بينية لكنها مقطوعة، المرة دي أقرب إلى إيجور روسي القائد، يعليها في أقصى الطرف الأيسر إلى يوسف الجبلي، لكنها بتطلع إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. عجبني الكابتن فيصل أبو اثنين في حتة مهمة جدا جدا، حتة سعود عبد الحميد إن هو لا يتردد كثيرا، يعني هو في انطلاقاته من الناحية اليمنى، يعني سعود عبد الحميد لاعب لا يتردد كثيرا، ولكن سعود عبد الحميد في بعض الأحيان
يعني بيأخر نفسه في التقدم، وده اللي بيسيب الفراغات اللي لعيبه الفيصلي بيلعبوا عليها. لكن طبعا كل دي مع الخبرات وكابتن فيصل ابو سنين صراحه، يعني اللي اثنى على اللاعب من اول ظهور لي الكابتن فيصل، واحد من الاسامي الكبيره. لكن فعلا هو سعود عبد الحميد اللي مركز عليه كده حكم مخرج المباراه. يعني دي من الحاجات اللي بتكتسب بالخبره مع الوقت، ولكن هو مشروع ظهير ايمن عالمي ما شاء الله عليه. هنا في لمسه يد وخطا من نصيب خالد الغامدي، وضربه حره، ضربه حره لمصلحة نادي الفيصلي. لمن ينضم إلينا الآن من الدقيقة 74، الاتحاد يلعب ناقص واحد بعد طرد حمدان الشمراني في الدقيقة 74، وضربة حرة من الناحية اليمنى. يوسف الجبلي هو اللي واقف على التنفيذ، وترقب داخل منطقة الجزاء ما بين ترقب من رافائيل وإيجور، والمرة دي بقى يطلعها مروان دا كوستا. خالد كعبي بيحاول، لكن هي للأرياني بلمسة سريعة إلى كارلوس فيلانيويفا، يلعب واحدة طويلة في المساحة بينية من خلف المدافعين، ولكن هنا بقى مصطفى ملائكة يتدخل في الوقت المناسب ويخرجها إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. خرجها إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس، هي من نصيب نادي الاتحاد. رجعت الكرة من عبد الله العمار، يبدأ في الخلف إلى كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي إلى عبد الله العمار من جديد، مع الكرة العمار في الشمال إلى منصور الحربي، عبد الإله المالكي من تاني، تحضير من الخلف عند عبد الله العمار بلمسة سريعة إلى كريم الأحمدي اللي بيرجع يبدأ ويحضر الكرة. العرياني او عفوا ده مروان دا كوستا يعلي واحده طويله، محاوله في الامام عند رومارينيو اتقطعت، ولكنها رجعت من امام خالد كعبي سريعه الى كارلوس فيلانيويفا. ما هو التغيير الاخير بالنسبه للسيد هينك تينكات في ظل 11 دقيقه متبقيه على انتهاء المباراه، والان يبحث عن خطفها تشاموسكا ولاعبه الفيصلي. لكن هنا كريم الاحمدي يضغط على ويليام الفيش، ردت من جديد، وصلت حسين القريش في اليمين، خالد الغامدي لمسة على الأرض حلوة، يوسف الجبلي البحث عن خالد كعبي اتأخر، برافو عبد الإله المالكي بتوقيت ممتاز. عبد الإله المالكي شفناه بجوار سلمان الفرج وبجوار عبد الله عطيب في كأس الخليج، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليه، حاجة تفرح عبد الإله المالكي، حاجة تفرح ما شاء الله عليه. مع الكرة عبد الإله من الشمال حلوة لمنصور، ما يسيطرش عليها، مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. إعادة لكرة الجبلي والتدخل بتوقيت ممتاز وبذكاء من جانب عبد الإله المالكي في ظل مطالبة بخطأ من السيد بريكلتس تشاموسكا البرازيلي، واتلعبت الكرة السريعة. خالد الغامدي من وسط الملعب يرجعها إلى حارس مرمى مصطفى ملائكة، يلعب واحدة طويلة في أقصى الناحية اليسرى، لمسة لمحمد قاسم يهيئها في منتصف الملعب من جديد، جوستافو حسين القحطاني في قلب دائرة السنتر للفيصلي، حسين يفتح اللعبة في اليمين إلى خالد الغامدي في مساحة كبيرة، ممكن يحط بينية الكعبي، لكن هو يلف عرضية حلوة حلوة، ولكن برافو مروان دا كوستا، برافو مروان دا كوستا، شايل دفاع الاتحاد، شايل مروان دا كوستا ويطلعها. تنزل الكرة إلى رافائيل سيلفا، لمسة في منتصف الملعب من جديد، هذه المحاولة عند إيجور روسي، مع الكرة إيجور بيحاول، إيجور عالية في أقصى الناحية اليمنى إلى خالد الغامدي، سيطرة للفيصلي على مشارف منطقة جزاء الاتحاد، وأدي باص خطير، وأدي لعبة خطيرة من الجبلي، ولكن تدخل ممتاز من جانب كريم الأحمدي. فيلانيويفا يمشيها سريعة، لكن مش لحد خالص، هي إلى رافائيل. طبعًا باين التأثير بالنقص العددي بالنسبة للاتحاد، لكن خالد كعبي يحطها بحل كويس، وأدي كرة إلى لويزينيو، عدى لويزينيو حطها لخالد الغامدي في اليمين، يقف على الكرة خالد الغامدي، يلف عرضية عالية على القائم الثاني، محاولة ولكن برافو سعود عبد الحميد، هي إلى عبد العزيز. مع الكرة العرياني مشاها حلوة قوي إلى سعود عبد الحميد، مع الكرة باليمين سعود عبد الحميد وقدامه حسين القحطاني، يلعب لعبد العزيز العرياني من جديد، لسعود عبد الحميد تواكل من الناحية اليمنى، عرضية من سعود ولكن هي صفارة من السيد بول فان بوكل، خطأ ضربة حرة ولمصلحة نادي الاتحاد. مشجع اتحاد وفي وما أوفى الاتحاديين في الوقفة مع ناديه. عندنا في مصر مثل بيقول لك أدعي على ابني واكره اللي يقول أمين. زعلانين من حاجات إدارية لكن في لحظة كده يتخلوا على الاتحاد، انسى
وهنا قدامنا احد العناقيد الموهوبة والمضيئة في كرة القدم السعودية اللي غاب لعامين ولكنه يحضر النهاردة، عبد العزيز الدوسري صانع الالعاب اللي تحدث عنه السيد إيريك جيرتس. قال لك لاعب يمتلك اربع اعين. عالية الكورة ومحاولة حلوة حلوة ورأسية من مروان دا كوستا، ولكن ما تصفرش على راسه وتوصل سهلة عند حارس المرمى مصطفى ملائكة. ميلان يويفا لفها حلوة ولكن ما سيطروش عليها. نشوف عبد العزيز الدوسري مخبي ايه. كورة في وسط الملعب لحسين القحطاني، لعزيز مع الكورة، الدوسري بيحاول ممكن يعدي، يلعبها حلوة لحسين القحطاني، هيا بهياها في اليمين المرة دي، لمسة حسين القريش لخالد الغامدي، يرجع لحسين القريش من جديد، لمسة على الأرض سريعة لحسين القحطاني، حسين القريش من تاني، لمسة للخلف إلى رافائيل سيلفا، سيطرة من لاعب الفيصلي في ظل محاولة من الاتحاد من أجل خطف هدف فوز ثمين. هي الكرة الأمامية في المساحة إلى عبد العزيز العرياني اللي بيتحرك كويس، لكن شوف ثلاثة ضغطين عليه، ثلاثة ضغطين عليه، عدى وخدها، برافو يا ولد. وهنا فيها صفارة وإنذار، خطأ ضربة حرة من نصيب نادي الاتحاد، وإنذار على رافائيل سيلفا، إنذار على رافائيل سيلفا. 84 دقيقة، نشوف هنا ما شاء الله، شوف الأولانية دي عدها له من بين رجله والتاني عدها لهم من بين رجله. الراجل ده بسم الله ما شاء الله، ده ايه ده، بيستثمر كده، بيستثمر كباري كده في دفاعات الفيصلي عبد العزيز العرياني في اللقطه اللي فاتت، لكنها صفاره موجوده وخطا والاتحاد يبحث عن هدف. عاليه جوه منطقه الجزاء حلوه، ولكن برافو الابعاد من جانب دفاع الفيصلي. لويزينيو الى ويليام الفيش، استلم ويليام مع الكوره، ويليام الفيش يعدي، ويليام الفيش يلعبها على الارض حلوه لمحمد قاسم، سريعه للويزينيو، اهي الكره مره ثانيه من ويليام الفيش على يمينه، كعبي يحط الكره الى كعبي، جاي بسرعته هيعدي من منصور ولا ايه، يعدي كعبي، يمر كعبي ويمررها حلوه لويليام، ادي الكره لحسين القحطاني لويزينيو، ولكن برافو، لكن عدى خدها حسين القحطاني، والمره دي بقى سعود عبد الحميد في المكان المناسب. نقطة نظام لكن لها لازالت خطيرة للفيصلي، هي إلى عبد العزيز، مر وعدى، وسع لنفسه يا ولد، حلوة لويزينيو خالد الغامدي تيكي تاكا فيصلاوية، وخالد الغامدي يسجل الثاني ويحتفل، الفيصلي يسجل الثاني ويحتفل، خطفوها أبناء حرمة، وافرح يا مدرج الفيصلي، والفيصلي يتقدم بالهدف الثاني. شوف عزيز، هات لي عزيز، وهدف ثاني مرسوم رسم، عدت من كعب لكنها ما عدتش من خالد الغامدي اللي بيسجل ثاني أهدافه. شوف عزوز، عدى عزوز يا روقانك، ببينية حلوة وبعرضية أروع، عدت من خالد كعبي، ولكن خالد الغامدي واقف مستنيها. دفاع الاتحاد فين؟ محدش يسألني، اسألوا خالد الغامدي. ولكن شوف عبد العزيز الدوسري بلمح البصر إلى جوستافو، عرضية، دي اللي اسمها الكرة السهلة. أهو هدف تاني، رجعت مرة تانية في وسط الملعب، ردت من جديد، هذه المحاولة عند عزوز اللي معاه الكرة، نقطة تحول وحلوة جوه منطقة الجزاء لكنها أقرب إلى فواز الجرني. الاتحاد يحاول، ولكن طبعا في ظل النقص العددي في شوط اللقاء الثاني الفيصلي أقرب واستطاع التسجيل، ومحاولة من لويس جوستافو، نزلت الكرة لعبد العزيز العرياني اللي بيسلمها إلى كارلوس فيلانيويفا، للعرياني من جديد اللي بيحاول ولكن يقطعها من قدامه حسين القحطاني، واحد من نجوم المباراة بلا منازع، نجم من النجوم. رجعت من جديد، لمسة من الناحية اليسرى، مرة تانية شوف اللمسات والتحضير، خلاص بقى تشاموسكا عمل اللي هو عايزه، فضل مرقد وطبخ المباراة على نار هادية، واللي ساعده طبعا الطرد اللي كان تعرض له حمدان الشمراني، لكنها بترجع في ظل ضغط من كريم الأحمدي إلى رافائيل سيلفا. الاتحاد في آخر خمس مباريات مع الفيصلي لم يحقق الفوز، تعادلين وثلاث انتصارات، والعكس طبعا، في آخر خمس مباريات الفيصلي يتفوق على الاتحاد، ثلاث انتصارات وتعادلين،
وفي طريقه للانتصار الرابع. هل يصبح الفيصلي عقدة بالنسبة للاتحاديين؟ وإن كانت مواجهات ديسمبر متكافئة، ولكن الفيصلي اليوم في طريقه للتفوق. رجعت محمد قاسم يلمس الكرة لحسين القحطاني اللي بيرجع المرة دي في منطقة وسط الملعب. باص من جديد، محاولة لا تزال قائمة، وأدي الباص عند الهداف القادم للفيصلي خالد الغمد. يا أخي ما شاء الله فرقة الفيصلي دي فيها حاجة غريبة، اللاعب تلاقيه اختفى سنوات كده في ناديه، جه الفيصلي مرة واحدة تلاقيه ما شاء الله بيتألق، والاتحاديين عارفين الكلام ده. يا ولد يا عبد العزيز، يا ولد يا عبد العزيز، هي المرة دي مرة تانية في محاولة الثالث، في محاولة الثالث، لكن طمع طمع لويس جوستافو وسددها إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. إلى متى هذا المشهد؟ إلى متى هذا المشهد؟ 88 دقيقة وضربة مرمى من نصيب فواز الجرني لمصلحة نادي الاتحاد. فواز يلعب ضربة المرمى العالية ومحاولة طويلة رأسية من رافائيل سيلفا، لكنها إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. هتتلعب دلوقتي تشاموسكا، ورمية التماس دلوقتي هتتنفذ من الناحية اليسرى. أبناء حرمة يواصلون الانتصارات. الجولة الماضية لم يوفقوا في الفوز على الأهلي، ولكنهم في هذه الجولة استطاعوا أن يستفيدوا من الاتحاد من حالة الطرد اللي تعرض لها. حمدان الشمراني بدأوا بالتسجيل في شوط اللقاء الأول اللي تفوقوا فيه، في شوط اللقاء الثاني دخل ضاغط السيد هندريك تينكات، ولكن استطاعوا بعد كده. شوف المقارنات ما بين المالكي وما بين حسين القحطاني اللي هو حسين المنصر، شوف الاثنين أرقامهم قريبة من بعض ما شاء الله. لعيب اكتشاف حسين القحطاني ده من وجهة نظري هو من أهم نجوم مباراة اليوم في مواجهة الفيصلي والاتحاد أو الاتحاد والفيصلي. أهو حسين القحطاني لعبد العزيز الدوسري، لمسة بتوصل للويس جوستافو من الشمال لمحمد قاسم، وتدخل قوي وفيها انذار على عبد الإله المالكي. انذار على عبد الإله المالكي بينما هو انذار في الدقيقة 89، وخلاص خلاص الفيصلي في طريقه للنقطة 20. ده معناه إيه؟ طبعا اللي بيتصدر الدوري حتى اللحظة حاليا هو نادي النصر ب 23 نقطة، ثم الوحدة 21 نقطة، الهلال والأهلي 20 نقطة. الفيصلي النهاردة الثلاث نقاط هيبقى في المركز العشرين، هيبقى يزاحم الهلال والأهلي. الأهلي ناقص له مباراة مع الهلال، والهلال ناقص له مباراتين. وهذه انطلاقة من الناحية اليسرى، جوستافو يلعبها بالعرض، ولكن كريم الأحمد يغطي كويس، توصل الكرة من جديد. المالكي يلعب كرة أمامية ومحاولة، ولكن بالرأس إيجار روسي هو اللي بيطلعها مع نزول ألكسندر إبريوفيتش. محاولة من جديد عبد العزيز العرياني في الناحية اليمنى إلى ألكسندر، وتدخل بقوة، وأربع دقائق بيرفعها الكابتن ماجد الشمراني. حسين القحطاني يقف على الكرة من جديد. مباراة كبيرة من لاعب الفيصلي. الاتحاد في شوط اللقاء الثاني في أول 25 دقيقة أجاد في أول 25 دقيقة، ولكن في النهاية حالة الطرد أثرت على الفريق بشكل كبير. مروان دا كوستا وتدخل بقوة على خالد الغمد في اللقطة الماضية، وصفارة موجودة، خطأ ضربة حرة من نصيب نادي الفيصلي. سلامات خالد الغمدي اللي واقع على أرضية الملعب، وقام اهو. شوف بعد ما كمل، شوف مروان دا كوستا اصطدام الكتف بالكتف، تستوجب خطأ وضربة حرة اتلعبت. وادي هنا التدخل، وادي جوستافو، وحكم المباراة بيقول العب عالية الكورة. منصور الحربي يعليها، بيطالب بركلة جزاء كده لويس جوستافو، ولكن الحكم بيقول العب، الحكم بيقول العب. ورمي التماس، رمي التماس. الفيصلي في طريقه لانتصاره السادس، والاتحاد في طريقه للهزيمة السابعة. ياه رجعت، وادي المره دي هنا الضغط. ادي خالد كعبي حط جسمه كويس، خالد كعبي حط جسمه كويس، خالد كعبي هيعمل فيها ايه؟ حطها في اليمين لجوستافو، رجع لخالد كعبي بيدور على اي حد يمرر له. كعبي مع الكوره مره ثانيه في اليمين الى جوستافو. شوف المره دي العرضيه من غير ولا ضغط من دفاع الاتحاد لويليام الفيش، يهيئها لخالد كعبي اللي بيسلم الكوره، ولكن كريم الاحمدي بيقطعها، ترتد الى مرتده سريعه من عبد العزيز الارياني، لكن ما فيش اي حد. سوء انتشار، انتشار سيء من لاعبي الاتحاد. والله يا جماعة لو حد يقول لي تتوقع ان الاتحاد يبقى سيء، اقول لك ممكن يبقى سيء بس مش بالشكل ده، مش بالشكل ده بجد. رجعت مرة تانية، ويليام يمرر الكورة
من ناحية اليمين إلى خالد الغمدي، عند عزوز مع الكرة، عزوز يجيد اللعب بقدمين الاثنين ما شاء الله، ردت من جديد، عودة للخلف وتحضير من المنطقة الدفاعية، رافائيل سيلفا أمامية، كرة من رافائيل وقف عليها عزوز، ده حسين القحطاني هو اللي وقف عليها، وتدخل من كريم الأحمدي على خالد الغمدي، ولكن خالد الغمدي ضغط عليه وخرجها إلى خارج الملعب وإلى تماس. منصور الحربي هو اللي بيلعب رمية التماس عالية، وأدي الرأسية والإبعاد من الدفاع، ردت مرة تانية فيلانيويفا إلى ألكسندر بريوفيتش، ولكن خالد الغمدي من قدامهم بقتالية يقطعها إلى كارلوس فيلانيويفا، يعلي واحدة إلى رومارينيو، بيحاول رومارينيو ولكن إيجور روسي يطلعها على الطرف الأيمن، هي أقرب إلى رافائيل سيلفا اللي بيخرجها إلى خارج أرضية الملعب ولا إيه؟ حكم المباراة بيقول ما خرجتش، نزلت إلى خالد كعبي، استلم وراوغ، عدى يا ولد يا ولد يا ولد، مر دخل واحد وسط ثلاثة، عدى ولكن طولت من قدامه، أقرب إلى فواز الجرمي. نزلت منصور الحربي من جديد، منصور مع الكرة في قلب وسط الملعب إلى عبد الإله المالكي اللي يعلي واحدة في أقصى الناحية اليمنى إلى العرياني، مع الكرة عبد العزيز يعليها المرة دي على القائم الثاني، محاولة عند بريوفيتش، هي أقرب إلى حارس المرمى مصطفى ملائكة، مصطفى ملائكة هو الرومارينيو. صالح الداوود قبل المباراة المدرب داخل يكتشف مش داخل يكسب، ده كلام صالح الداوود مش كلامي، في حديثه عن السيد هنك تينكات قال لك لسه بيدور على طريقة للتشكيل الأمثل يعني. وإن كان الكثير لا يتفق مع تغيير المدربين في نصف الموسم، ولكن قنعت، لكن هي لعزوز اللي يلعب واحدة حلوة قوي بالمقاس في أقصى الناحية اليسرى إلى لويزينيو اللي أخر نفسه كده وسبقوا ليها سعود عبد الحميد، يا ولد يراوغ كده لويزينيو وخلاص خلصت، خلصت المباراة في وقتها المحتسب بدل من الضائع في انتظار صافرة الحكم. وادي الكرة من عبد الإله المالكي أمامية إلى فيلانيويفا إلى رومارينيو اللي بيحاول يعدي، ولكن محمد قاسم من قدامه، الحكم بيقول العب، قاسم مع الكرة يقف عليها قاسم، ولكن هي صافرة النهاية، الفيصلي يحقق الانتصار على الاتحاد هنا في معقل الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، الهدف الأول تقدم به نادي الفيصلي عن طريق ويليام ألفيش، التعادل عن طريق حمدان الشمراني قبل أن يضيف خالد الغمدي الظهير الهداف ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85. مبروك لنادي الفيصلي الانتصار المستحق، حظ أوفر لنادي الاتحاد. أينما كنت في كل مكان أرجو أن أكون قد وفقت من الله عز وجل. تحياتي بلال أحمد علم، أراكم دائما على